أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة. مثل ما تشوفون احنا انتقلنا في مناطق كثيرة في بغداد، وحاليا احنا بالمحمودية. ليش اختارينا هذا المكان؟ لأسباب كثيرة. طبعا قبل ما نبدي بالحلقة، بما انه احنا انتخابات مجالس المحافظات بدت، يعني العد التنازلي واضح، بدنا نشوف الفلكسات والمرشحين يحاولون بالقنوات الفضائية انه يعبرون عن برنامجهم الانتخابي وانفسهم، حتى الناس تتعرف عليهم وتكون عندهم يعني فد رؤية واضحة عن كل مرشح، فدي يحاولون انه يبينون شنو مقترحاتهم وطموحاتهم، وبالإضافة إلى الأمور اللي من الممكن أن يطبقوها أثناء تسلمهم منصب عضو مجلس محافظة. ولكن قبل ما نبدي بالحلقة ونتحدث عن هم ومرشح يحاول أن يصنع حل لهذا الهم، تشوفون يعني هذا المكان هو سكة مال القطار. سكة القطار عادة المفروض تكون في وضع جيد، فما أعرف اللي هسه يشوفه هذا وضع صحيح طبيعي، نفايات وما نفايات موجودة هنا، ما أعرف هنا البلدية شنو شغلها هنا بالمحمودية، وهذا شارع رئيسي موازي إنه وقريب، فليش دائما هاي الأماكن تكون مهمولة؟ ليش؟ على كل شخصية أخرى مرشح الانتخابات مجالس المحافظات تحاول جهد الإمكان أنه تتنافس من أجل الحصول على مقعد في مجلس محافظة بغداد. تعرفون أنه الانتخابات يوم 18-12 ويوم 16 القوات المسلحة وكذلك الأجهزة الأمنية والنازحين راح ينتخبون. فإحنا طبعا نتمنى لكل المشاركين الفوز، نتمنى لكل الأخوة اللي يعتقدون أن هم بإمكانهم أنه يقدمون خدمات جلية وواضحة، نتمنى لهم الفوز ويقدمون عطاء كبير لبغداد التي تحتاج، طبعا مو بس بغداد، كل المحافظات العراقية اللي تحتاج إلى منجز، ومنجز كبير. لذلك مشاهدينا الكرام أريدكم ترحبون وياي بالست سهاد، أحدى المرشحات على قائمة إبشار. راح أتعرف عليها، نشوف شنو طموحها، شنو تريد تحققها خلال هذه الفترة إن شاء الله إذا صارت عضو مجلس محافظة بغداد. مرحبا ست، حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليك، الله يحفظك. أريدك تعرفين نفسك للسادة المشاهدين ورقم التسلسل والقائمة. سهاد جابر الساعدي، قائمة إبشار يا عراق، رقم القائمة 143، تسلسلي 61. بالتالي انت شنو اللي دي؟ اول مره قولي لي شنو خلال هذه الفتره حققتي او اشتغلتي خلال هذه الفتره؟ اولا اني تربويه معاونه مدرسه ابتدائيه ورئيسه منظمه انسانيه، اضافه الى اني ايضا اكون نائبه رئيس منتدى الشرطه المجتمعيه المناطقي في المحموديه. تربويه من خلال وجودك بالمدرسة، أنت حضرتك شنو، مدرسة، مديرة، معلمة ابتدائي وحاليا معاونة مدرسة. شنو معاناتكم بالمدرسة أو الواقع التربوي؟ تقدرين يعني باختصار تحكينا؟ واقع التربوي مرير. ليه؟ شنو السبب؟ ليش مرير؟ مرير من هواية أمور، إذا من ناحية الخدمات اللي بداخل المدرسة، الأبنية، الدوام الثلاثي، المناهج الدراسية الصعبة بالنسبة للعقول الابتدائي، وإضافة إلى عدم توفير الكتب بصورة سهلة للتلاميذ، هواية أمور صعبت على التعليم في الوقت الحالي. ويعني شنو هاي كلها ما لها حلول؟ وإن شاء الله إحنا نسعى للحلول. أنا ليش سعيت هذا الترشيح بالانتخابات؟ أولاً أنه نخلي تكون الحلول جذرية إن شاء الله بحل الواقع المرير للواقع التربوي. شلون؟ من خلال شنو؟ خلال توفير أهم بيئة نوفرها للطالب هي البيئة المدرسية. بيئة مدرسية. إلغاء الدوام الثلاثي. الاهتمام بالمناهج التدريسية للتلميذ. انزل مع عقل وفكر التلميذ من الابتدائي والمتوسطه والاعدادي. انت شو تعلمين يا ماده؟
أنا اختصاص اجتماعيات. اجتماعيات؟ نعم. أها. وبالتالي تشوفين اليوم الواقع التدريسي بالمدرسة يعني واقع مرتب لو متضعضع وضعيف ومهلهل، بالتالي الطالب مدى يحصل على معلومة جيدة؟ وإحنا نقول ضعيف يعني من ناحية الكادر التدريسي مستحيل، لا يعني في إيصال المادة، إيصال المادة، المادة المنهج صعب خاصة المرحلة الابتدائية، إذا أردنا نحكي على رياضيات الصف الثاني العلوم الصعب من الصف الأول إلى حد السادس الابتدائي. بالتالي المفروض شي يصير؟ لازم يتغير المنهج، يصير سلس بالنسبة لعقل التلميذ يستوعبه بسهولة. يعني هم الخبراء اللي كتبوا المنهج يعني ما يعرفون أنه مثلا هاي المرحلة العمرية المفروض أنطيه مادة بسيطة حتى يحفظها الطالب، ما يخاف من عندها، ما يتجبجب من عندها، وبالتالي تنخزن بعقله وبروحه وبدماغه ويكون ويستفاد من عندها، مو ينساها بعد ما تنتهي السنة الدراسية. ما أعرف يعني خبراء المراحل اللي خلوها لهذه المرحلة بالنسبة للكتب، ما أعرف يعني إحنا عانينا من طرح الكتاب الجديد لحد الآن معاناة بالفهم مو طبيعية، عانت المعلمة في إيصال المادة وعانى الطالب باستيعاب المادة. لمدى زيتوا كتب رسمية مثلا الجهات العليا بالوزارة أنه ترى هاي الطريقة ربما مو صحيحة، فكروا بطريقة أخرى حتى الطالب ما يتأذى، المعلمين المدرسين أيضا يقدرون يوصلون المادة بدون صعوبات؟ والله الشكاوي وصلت بطرق عديدة، إذا عن طريق التواصل الاجتماعي، وصلت عن طريق الإشراف اللي يزور المدارس، انطيناهم عدة شكاوي بهذا المجال لكن لا حلول. لا حلول. زين، ممكن تحدثينا عن المنظمة اللي أنت تشتغلين بيها واللي أنت رئيستها؟ منظمتي منظمة أحباب الخير إغاثية، إغاثة العوائل المتعففة والأيتام. هواي عملت بيها، زوجت بيها شباب والحمد لله ستة، تجهيز الغرف من ناحية الجهاز، العروسة والعريس، المصور اللي يقوم بجلسة التصوير للعرسان، بدلات الزفاف والحنة للعروسة والعريس أيضا كلها مجانا نوفرها لهم. هذه من ناحية تزويج الشباب. قد مجانا؟ قد تكلف؟ تكلف ما بين 5 إلى 7 مليون. من يدفع هاي الفلوس؟ العوائل الميسورة الحال هي اللي تساعد. يعني هم يتبرعون إليش؟ يتبرعون إلي. إذا أكو بيهم يتبرعون مادية وأكو بيهم لا، هم اللي يشاركون بالغرفة، اللي يشاركون بالفراش، الملابس والبقية. يعني العوائل اللي تريد تتبرع شلون تعرف أنه أنت بحاجة إلى تزويج مثلا 3 عرسان؟ شلون تتواصلين وياهم حتى يتبرعوا لك بهاي المبالغ؟ لا لا، انا اول بدايه انشر على صفحتي الشخصيه، انشر بالجروبات ويدخلوا لي الخاص، واللي يعرفني يجيني شخصيا يعطيني التبرع واني اجمعه وابلش بالترتيبات للتجهيز. زين سهاد، عذرا اذا ردت اتبرع بمبلغ معين، نعم، شلون اعرف الفلوس مالتي انصرفت بالمكان الصحيح؟ انا الحمد لله وشكر عملي كله توثيق، توثيق فيديو وصور. ويصير امام المتبرع الثقه ما بيني وبينه، يعني ما اقدر اوصف لك اياه فوق الوصف. وبالتالي عدد المتبرعين كثيرين وكثروا كثيرين وكثروا والحمد لله. ممكن تقولي لي بعد شنو الاشياء اللي اشتغلتوها بالمنظمه؟ بناء بيوت، بنيت بيوت مع، طبعا احنا نقول امكانيات بسيطه لكن سويت بيوت عظيمة جدا، أثثت بيوت، رممت البيوت أيضا للعوائل المتعففة والأيتام، خاصة يعني اللي أشوفهم كبار السن اللي ما يملكون رواتب، والبيوت الملك طبعا أنا إذا إيجار ما أرممه لأن هذا مؤجر ينتقل من بيت لبيت، لكن بيوت الملك لا أرممها وأرتبها وحتى أثثها بعدين بعد ما أكمل بناها. زين، هاي إيش قد تصرفين يعني إيش قد رازدة مبلغ الكل بيت؟ أنا يعني طبعاً الصرفيات تجيني، يتعاونون وياي، عندي حدادين يعملون مجاناً، يعني التعب إيديهم ما ياخذوا، يشتغلون وياي عمل إيديهم مجاناً، أنا أشتري المواد، أرصد حسب المكان اللي أفوته، مرات أشوف بس غرفة يحتاج إلى ترميم. مرات لا، بيت متهالك اهده للقاع وابنيه من جديد. قد كلف؟ يعني اكثر واحد عندي كلفني 13 مليون. 13 مليون هذا يعني ممكن تقولي لي مواصفات لهذا البيت شنو؟ بيت مساحته 120 متر، بنينا 3 غرف، غرفه صاله كبيره وغرفه نوم ومطبخ، اضافه الى
اللي يكون الصحن الخارجي اللي نسميه احنا الطارمه والحمامات ايضا كلها رممناه وحتى كيشنا. وهذا عقادل وصب مسلح؟ هو كان عقادل ومغلفينه بنايلون يعني بحيث من طلعت العمال احنا ما اعرف شلون كانوا يعني هو القاعد بيه رجال اعمى وزوجته مره كبيره بس هم وحدهم قاعدين. نعم. والبيت كان نقره يعني من دخلنا له مرعب. ويومين طلعتهم فرقت الغراض كلها ذبيتها ذبيتها الغراض مالتهم لان كانت معفنه من الرطوبه والامطار ومره كبيره يعني وراكده الغراض. من رممت البيت يعني بس ضربنا ضربه واحده للسقف وقع كل السقف على حلل القاع. سويتوها قادل وصب مسلح؟ لا لا انا بناء البيوت اللي عندي كل ابني كامل لكن السقف سندويش. ليش سندويش؟ تكلفه الصب ما تفي ويا التبرعات. اه بالتالي ما تقدري مثلا تقولين يابا انا محتاجه انه هذا البيت على اعتبار انه اشتغلناه طابوقه طابوقه بدل ما اسوي سندويش فنال اسوي صب مثلا واجيب نجار وكذا وقالب وشيش وما اعرف شنو كذا وارفع من نسبه المبلغ اللي يتبرعون به الاهالي حتى يكمل البيت بشكل اصولي. مو اكثر البيوت اللي انا ابنيها مناطق عشوائيه زراعيه. يعني من صرفيات الصب ما تسوى للمكان اللي هم قاعدين. بالتالي انت بس تريدين تسهلين امورهم وتطلعينهم فتره للامام انه حتى يقعدون بمكان نظيف. بالضبط. ولو تتجول انت على البيوت العشوائيه راح تلقى كلها سقوفها سندويش. قبل اللقاء قلتي لي انه اكو مرضى ودزيتيهم للهند، شوي حدثيني عن هذا الموضوع. اي نعم، عندي احد العوائل المتعففه عنده ابنه عمره 19 سنه فتحه رباعيه توفي بالقلب، اخذت موافقه وزير الصحه سفرناه للهند على نفقه الدوله، لكن احنا ساعدناه اصدرنا له جوازات الى ابنه، ساعدناه بمصاريف ياخذها الى هناك يستطيع يعني يسهل امره هناك بالهند. وعندي عمليات اخرى هي زراعه الكلى شاركوا بها شباب المحموديه طبعا ويانا طلعوا للتبرعات. خلينا احنا يمكن مبادرات اللي نشوفها بشوارع بغداد اللافتات الفليكس واللي يطلبون تبرعات ونشوفها شوية اكو ناس ما تصدق بيها، لكن انا بداخل القضاء المحمودية والبنية بنت القضاء ويتيمة. فزعت العالم الها بليلة ويوم اللم المبلغ 70 مليون عراقي واكثر من 70 مليون، سفرناها لسليمانية وزرعنا لها الكلى والحمد لله وذيك هي بصحة تامة جدا. ممتاز ممتاز. ما اعرف اريد بس اسلط الضوء على هاي، شفناها باكثر من مكان انه اشوف شباب خالين فليكس بصورة طفلة او طفل مريض ويحاولون انه يعني يحصلون على اموال من اجل علاج هذا المريض. انا مثلا هيك حالات كمواطن اريد اتبرع، شلون اثق بهاي الصور اللي اشوفها قدامي؟ من يقول مثلا هذول يعني ربما يعني يكذبون، ربما لا سمح الله يعني انا ما اريد اشكك بمصداقيه اي احد لكن ربما يكذبون. انت شنو رايك يعني المفروض واحد شلون من يسوي هيك عمل ويا اي جهات يتصل حتى ياكد عمله انه هو ضمن القانون وضمن يعني الحاله صحيحه مو كذا؟ اذا بالنسبه للمنظمات اللي انا اعرفهم اكو منظمات تطلع بهذه التبرعات العشوائية اشوفهم لا فعلا صادقين، لكن انت كمواطن تشوف هل هم صادقين لو لا تقدر تشوف الاجازة مالتهم هل هم صح مخولين؟ لا لازم مثلا واحد شي يسوي حتى يوقف حتى يحصل فلوس لحالة مستعصية بحاجة الى يعني سفر خارج العراق ومن المرة ياخذ فلوس من السيارات المرة من الطريق السريع من ما اعرف وين، لازم شي يسوي هذا؟ لازم يتصل بجهات امنيه حتى يقول اني اريد اسوي هيك شيء لو شنو؟ لا تقدر ابسط واسرع شيء تسوي انه اللي واقف الجهه اللي قاعد يجمعون بالتبرعات اخذ من عندهم تلقى عندهم موافقه. مين؟ هسا احنا بالنسبه لنا من سوينا الموافقه مالتنا للحاله اللي زراعه الكلى كانت عندي موافقه من القائم مقام المحموديه والامن الوطني وحتى فرقه 17. ممتاز، هاي نقطه كلش مهمه. اذا اكو موافقات طلعنا تجولنا بالسوق والشوارع. ليش؟ على اعتبار انه بالاونه الاخيره بدينا نسمع ونشوف برامج يعني على القنوات الفضائيه وكذا وحتى في قناتنا انه اكو عصابات بصراحه. صحيح. عصابات صح تستغل صح الناس وعطفهم وتعرفين العراقي طيب وكريم. وبالتالي يتعرض الى يعني
الناس تحاول انه بكل وسيله وبكل طريقه انه تاخذ فلوس وباي وسيله، انت تفهميني شلون؟ صحيح. فبالتالي انه انت يعني ترشحين انه لازم هيجي مواقف يبلغ بها الجهات المعنيه، يقول يابا انا ظرفي صعب، الحاله اللي عندي هيجي، فينطي اشارات لكل الاخوه. لازم احنا نبلغ الجهات الامنيه، لان هذا اهم، انا امن على نفسي، يعني وقفت بالشارع، وإضافة إلى أنه أزرع الثقة بالمقابل أنه من يتبرع راح توصل أمانة. زين هسه بسأل السؤال، أنت شنو اللي دفعك تقدمين لانتخابات مجالس المحافظات؟ هسه دا أشوفك أنه أنت تربوية وأيضا عندك منظمة ودا تسعين بالخير. مشاهد الكرام، من طلعنا دا نجي لهذا المكان شفت امرأة واقفة بالباب، فسألتها قلت لها أنت ليش واقفة هنا؟ قالت أني حكت عنها عن ست سهاد ومدحتها وكذا، هاي أني يعني شاهد عيان على هذا الموضوع. قلت لها شنو اللي قالت تساعدنا وكذا وهيك، ومدحتها بهواي اشياء وهواي امور، وطلبت ايضا في موضوع معين. شنو اللي يدفعك تسوي هيك؟ الانسانيه ما لها ثمن. انا الطريقه الانسانيه باقيه بي ما اغيرها، والطريقه اللي رحت لها للانتخابات كلها على مود هذه العوائل الفقيره والايتام والمتعففين اللي عندي بالمنظمه. يعني انت همك هو خدمه الفقراء؟ بالضبط، هدفي الاول خدمة الفقراء، وهدفي الثاني تغيير الواقع التربوي، وإن شاء الله الخدمات الأخرى اللي راح تطلع إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا سجلت بعض النقاط ست سهاد بالنسبة لموضوع موضوع سرطان بالضبط، فما أعرف يعني أنت شو تحدثين عن هذا الموضوع وعن دروس التقوية ومحو الأمية. عندي الإضافة للحالات اللي موجودة عندي بداخل منظمتي، عندي حالات السرطان اللي سوينا لهم عمليات استئصال الورم الخبيث، وطبعا العلاج الإشعاع الكيميائي هذا بعد ما يكملونه أكيد راح يأخذون التحليل البيت سكان، وهذا نعرفه بالنسبة للعوائل الأيتام والمتعففين صعب المبلغ 6 أوراق أو 7 أوراق أو 5 أوراق، لكن عندي عيادة بالحارثية طبعا جزاء الله ألف خير الدكتور حيدر يعاونني بهذا الموضوع مجانا، يأخذ تحليل البيت سكان مجانا. زين يوسف منو؟ يوسف بأحد عوائلي السودان الجنسية. شبيه؟ أنا يعني الحمد لله بالنسبة لمنظمتي متنوعة وما أسأل هذا منين وهذا منين. أنا حتى هذا سوداني الجنسية يسكن في بستان، ويعني هو مثل نفسه حارس بي، طبعا يشكي عنده حالة خطية عملية الخشمة، وأيضا يفقد الحياة، أبسط الأمور الحياة هي ما متوفرة عنده، لا بلا عائلة بلا زوجة بلا سكن بلا أولاد. هذا من ضمن العوائل اللي أنا طلعت لها بعد ما ناشدوني، وساكن بستان جدا بعيد وراء قبائل محمودية وراء السجة. بالتالي إحنا جينا هنا صورنا حتى في نهاية لقائنا نلتقي بيوسف. نلتقي بيوسف وشوفونا. ممكن هسه نروح؟ يلا خليكم ويانا مشاهدي الكرام، هنشوف يوسف منه وش يريد وشنو معاناته ويا ست سهاد بعد هذا الفاصل. هذا بستان؟ اي هذا بستان. ومقعد هنا انا؟ هو قاعد بي خطير وحده. وهذا صار له قد هيك على هالحال؟ شلون؟ صار له قد على هذا الحال؟ صار له تقريبا اكثر من 10 سنوات هنا انا يسكن. يعني احنا نشكر مشاهدي الكرام صاحب الارض وموقفه انه قال له تعال اقعد هنا انا هسه بصفه حارس بصفه اي شيء، بس أي المهم يعني 300 بالشهر. ينطي 300 بالشهر؟ اي يعني ايش تكفي 300؟ شوف السلام عليكم، شلونك استاذ يوسف؟ شلون الصحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ تعال يمنا هنا الله يخليك، بس شوي نتعرف عليك. تعال عيني تعال. السلام عليكم. جايب لنا ميه يا عيني فدوه لوجهك، الله يعطيك الصحه والعافيه. شلونك؟ شلون الصحه؟ الله يخليك الله يحفظك يا مرحبا. خليها 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 نوم.
شلونك؟ والله الحمد لله. شلون صحتك؟ والله شلونك؟ والله الحمد لله. شلون صحتك؟ والله زين. اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين، احنا جينا اليوم ويا ست سهاد. أيوه. دلتنا عليك وقالت اكو شخص سوداني جنسيه. أيوه. بس هو اخونا. أيوه. وبالتالي يعني هي من خلالها نحاول ان شاء الله نلقى لك حل. بارك الله فيك. اي والله الاخوان ما بيقصروها يعني. اي وانا من 16/8/92 جيت من الكويت، هاي مشيت الكويت حتى اطلب حقوق وسوقتها وادوني فلوسي وطلعت جيت وقعدت هنا وقلت انا احاول نسوي عمليه قال لي قدر الامكان. ايه. حتى عملت صور وعملت اشاعات وشنو في التزايق ما قدرت اعمل والله زين. وحصلت هاي المشكله هاي بعد ثاني رحت والله دكتور هاي زمن على بشير رحت له، كان الزمن ذاك ما في فلوس في التسعينات كان غالي، قال ياخذ 350. ايه. فقلت له والله ما عندي. ايه. فها قال لي كيفك، فهاي هاي ثاني ما رجعت له. مو تعبانه ما عنده امكانيه يسوي عمليه. هذا خشمه. انت شلون عرفتي انه اكو شخص سوداني جنسيه موجوده هنا؟ ناشدوني ناس علي. اي خطيه دخلوا لي على الخاص. ايه. ووصفوا لي المكان وحاله يوسف. اها. فجيت اني اتذكر جينا بالليل. ايوه اللي انا كنت بوقتها برمضان طالع ذات جو اوزع سلات غذائيه خلف الله عليك برمضان. أيه. فمريت عليه انا جايبت له السله قلت خليني اشوف الحال مالته. فمن دخلت له خطيه لقيت يعني مأساة. وطبعا هو سوداني جنسيه اخونا هو بارك الله بك وحالته تعبانه يعني. يوسف يناشدكم. أيه. يناشد رئيس الوزراء الناس الخيرين. أيه. عمليه الى صعبه بعد خشمه كلش خطيه والله مو تعبانه سيهم نفسيتك تعبانه. اي والله جماعه ما يقصروا. اي والله هم ناس المنطقه. أيه. بارك الله فيهم. أيه. يعني في رمضان والله يجيبون عطشان ولا القطار يزيد الجماعه. هسه انت شنو اللي تريده بالضبط استاذ يوسف؟ والله اريده هاي اسوي العمليه. تسوي العمليه؟ اسوي العمليه. زين بعد شنو؟ وبعد هاي صاحب البستان راح يبيعه. راح يبيعه يمكن يدينا. اي يعني راح. زين اذا باع ان شاء الله هو براحته بعد هو ملكه. بدون سكن. فطالب مثلا انه مثلا والله بعد انا اسوي العمليه بعدين احاول اشتغل اشوف هاي. راح نتواصل وياك وناخذ تليفونك عن طريق ست سهاد ان شاء الله حتى نشوف تحركاتك وين كذا شنو اللي تريده شنو محتاجه لان عندنا هوايه منافذ من ضمنها الاستاذ هشام الذهبي ان شاء الله وهم هو عنده دار ودار مرتب وكذا وهيك شيء ونسوي في التنسيق ست سهاد ان شاء الله ويا الاستاذ هشام الذهبي ويا حضرتك ويا يوسف حتى انه لا يحس انه هو وحده واحنا نعتذر عن اللي مريت بيه يا حبيبي استاذ يوسف والله جماعه ما يقصروا الله يحفظك يعني احنا هنا بالمحموديه ما تحس بنفسك غريب يوم الله يحفظك هاي تلاقي شايفه والله داري واحد صديقي خالد نقدر ندخل هنا نقدر ندخل تفضلوا ويانا مشاهدينا الكرام تعال خلينا نشوف يوسف شلون مرتب زين هاي شنو هذا النخال هنا هاي ترس مي هنا هاي ترس مي والله ترس بين المي وكانت تنكي هذا ينقطع المي ينقطع المي لا هسه زين هسه زين بالصيف دمار ينقطع شو اسمه مرات يتقطع يوم يومين ومرات يتقطع شوي بس في الشتاء مستحيل ايه ايه خش بالعذاب لا 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 شلون يصير اقول لك بس سؤال يوسف زين انت منين تصرف فلوس منين؟ هو هذا يعطيني كل شهر كل اربع شهور اللي زلمه تفضل يا سيدي زلمه 500 اي كل اربع شهور يعطيك 500؟ اي والله أي. تعال هنا انا بلا زحمه عليك هاك شفت ثلاجتين شوف والله الثلاجه شكو بيها يا عيني يا عيني هاي الناس تطلع يا مرات تشتغل ومرات ما تشتغل هسه ما تشتغل؟ اي مرات تشتغل ومرات ما تشتغل الكهرباء ضعيفه زين انت شلون قال لي والله واحد صديقي خالد خالد العسدي هاي الثلاجه انطاك اياها الثلاجه بس الله هاي الكهربائيه الصوبه؟ هاي صوبه كهربائيه نفطيه عندك؟ نفطيه اكو بس ما اشغل هاي هاي اخاف من الكهرباء مرات الكهرباء اي مو خطر هاي لك انت غلط هذا مو خطر مو حراري اي مو حراري وبارك الله فيكم الله يسلمك الله يسلمك وما يقصروا يا العالم المطبخ؟ نعم المطبخ هاي وحولنا هاي هو كان مطبخ وسوينا احنا الغرفه الكبيره مو زينه وسوينا هذا سوق هم كتر الخير الاخوان هم شو اسمه يا سبقوا لي وسبقوا وجيت سكنت انا شرب بيك استاذ يوسف زين قول لي مثلا من تتمرض وين تتعالج وين تروح؟ والله اليوم هذيك كان رحت هنا الدكتور هاي كان عندي التهابات وش اسمه حتى هذا الدواء ايه هذا الدواء هاي كتبوا لي وجبته من الصيدليه قد كلفك الدواء؟ الدواء 35 هو قال 36 بس بارك الله فيك اخذ 35 هاي وهذا هاي قال استعمال لمده شهر هاي وهذا خلص
طبعاً قلت ما عاد أخلص هذا عندك نقص 3D؟ اي طبعا عايش بيتي. انت شو تريق الصبح؟ بيض مثل ما شفت بيض؟ والله مرات انا ما اتريق، ابو بشرب شاي والحليب وهاي وبس كافي. وبس تتغدى؟ انا اتغدى بال والله مرات اجيب هاي شو اسمه دجاج هاي، ومرات هاي افخاذ اسلقها هم عندي شو اسمه معده اسلقها وهاي واسويها بالطوة وهاي بدون دحين. زين هاي 300 الف دينار تكفيك؟ والله ما جماعه يساعدوني والله بارك الله، اربع شهور يديني 500. كل 4500 هم خلف الله عليه ما يخالف. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذا الجزء من حلقة أبشر اللي هي بها محورين، الأول تقينا بست سهاد وشرفنا بيها، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة من الانتخابات إن شاء الله، وتحقق مقعد في مجلس محافظة بغداد إن شاء الله. أما المرحلة الثانية من لقائنا هو مع الأستاذ يوسف، هو سوداني الجنسية، نشرف به. مناشدتي إلى سيد رئيس الوزراء وكل من يشاهدني، سيد وزير الصحة المحترم، كل شخص شريف بالعراق، أنه هذا الشخص أخونا، وإحنا نعرف السودانيين كلهم علاقتنا بهم طيبة وشايفيهم وتعاملهم وكذا ويحبونه ونحبهم. بالتالي هو موجود هنا بالمحمودية في هذا المكان، جزاء الله ألف خير الرجل اللي مقعده هنا يعطي مبلغ كل كم شهر، ولكن هذا الرجل يريد يسوي عملية مثل ما تشوفون خشمه مكسور. وبالإضافة لذلك أتمنى فدلجنة فكم شخص يجون من مكتب رئيس الوزراء من خلال مناشدتنا هاي حتى يشوفون حالة يوسف شو محتاج. بعد فترة احتمال هذه الأرض مباعت، فراح يطلع وين يروح، لازم يصير تنسيق ويا الأستاذ هشام الذهبي أو أي دار آخر حتى يقعد معزز مكرم، مكان نظيف دافي، نانا باردة وإحنا بأيام شتاء مثل ما تشوفون. بالتالي هنا المكان شوية ما يسمح، يخاف يشغل صوبة كهربائية لينتل ثلاجته، خلف الله عليهم الأخوة اللي يجيب له بيض يجيب له كذا، مرة أكو مرة ماكو، هسه اليوم أكو نص طبقة بيض، مرة ما أعرف شنو مرة كذا، بس هو مو دائما كل شيء متوفر أنا متأكد. وبالتالي نتمنى من الأخوة المسؤولين وخصوصا السيد رئيس الوزراء المحترم أنه يدز على أخونا يوسف ويشوف شنو محتاج. الله يحفظك وأنت أبو الإنسانيات وما يحتاج نذكرك، الله يحفظكم. انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج أبشر. أيضا بعدنا احنا بالمحمودية، ومثل ما تشوفون احنا في احدى قاعات لمنتدى موجود وين بالمحمودية، وعندنا مدير المنتدى الرياضي وعندنا مدرب، نريد نعرف هذا المنتدى شنو معاناته ومنو يجي يعني يرتاده، واكو نسبة من الشباب بأعداد جيدة تنسجم، والخدمات اللي يقدمها هذا المنتدى اكو خدمات فعلية يقدمها المنتدى، شو محتاج المنتدى، شلون نستقطب الشباب، شلون نبعدهم عن الأمور السلبية اللي لربما تأخذهم إلى مجالات سيئة جدا، وبالتالي نخلق مجتمع فوضوي وسيء جدا لا سمح الله. على كل نحاول جهد الإمكان نسلط الضوء على هذه المعلومات، وأيضا عندنا مرشح اللي هو الأستاذ راح أعرفكم عليه ويقول لنا ليش رشح لانتخابات مجالس المحافظات ويريد يصير عضو مجلس محافظة بغداد. فبالبداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا سيدنا يا مرحبا، الله يبارك بكم. أستاذ شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك، الله يحفظكم. عرفنا بنفسك. أنا المهندس عمار جبار الخسرجي، مدير منتدى شباب ورياضة المحمودية، مرشح عن تحالف أبشر يا عراق رقم 143 تسلسلي 99. زين أنت مهندس قريتها هسه بالورقة يم مدير المكتب، لقيت الأسماء مالتكم كليتها وكذا، هندسة تكييف وتبريد، نعم منتدى ورياضة وكذا، شنو الربط؟ طبعا في الحقيقة فيما يخص قضية الوصف الوظيفي لكل مؤسسات الدولة هذا اللي نعاني من عنده، هي مشكلة أنه ماكو ربط ما بين الشهادة التحصيل الدراسي والعمل الوظيفي، هاي أحد المشاكل اللي تعاني من عندها الحكومة العراقية. أي. بالتالي أنت هذا المنتدى شنو تصنيفك به وشنو الخدمة اللي أنت تقدمها؟ أنا شفت يعني دخلت في بعض الغرف وحقيقة المنتدى جيد يعني لا بأس به، ولكن مع كل الأسف بعض الغرف شفت بها أرضة
كهربائيات ما مفنشة زين، أكو خدمات ما مكتملة، لكن واقع الحال لا، أكو منجز دا يتقدم راح نحكي بيه، وأكو شفت شرطة مجتمعية حاضرين وأخوة الضباط دا يطون دورة، الأخواتنا هنا تمكين المرأة هي شفتها مات، فحدثني عن هذا الموضوع. أولا خليني أعطيكم فنبذة مختصرة عن قضية المنتدى وما يعني يقدمه لخدمات الشباب يعني على مستوى عام وفيما يخص المجتمع بصورة خاصة. المنتدى بعدة نشاطات نقدمها، هي بالأساس هي النشاط الرياضي يعني بشقين، اللي هي الرياضة الفنون القتالية اللي متكفل بها مسؤول النشاط الرياضي الكابتن عمار داود، وبالإضافة أنه كرة القدم كابتن عمار داود. نشرف فيما يخص بقية الأنشطة، النشاط العلمي والحاسوب الفني والثقافي، وعندنا الطب الرياضي أيضا، عندنا ماجستير طب رياضي، وعندنا فيما يخص الأنشطة العامة اللي هي تقريبا بعيدة عن قضية الوصف الوظيفي للمنتدى، قضية الخدمة المجتمعية. الخدمة المجتمعية طبعا بشقين، شق أنه المنتدى أيضا هو اللي يعني مكلف بها، قضية توزيع السلات الغذائية للعوائل المتعففة والأيتام. فيما علاقتكم بالسلات الغذائية؟ طبعا احنا باعتبار انه للأمانة قضية الخدمة، خدمة هي خدمة عامة، اليوم موجود موجود بناية، موجود كيان حكومي هنا، قلنا لازم انه ما دام عندنا الفرصة نقدر نقدم خدمة، باعتبار انه انا اليوم انا عندي مؤسسة ايتام، مؤسسة تعاون لرعاية الايتام والمتعففين، فقدرت اقدر اقدمها باعتبار انه اقدر اخلي فد مكان محترم للعوائل، ما اقدر اوزع لهم بالشارع وباعتبار انه ما اقدر اوصلهم البيوت باعتبار مساحات مؤسسة. انت مسؤول عنها؟ انا مسؤول عنها. دعمك؟ والله دعم خاص يعني من عندي انا واصدقائي وافراد عائلتي اي متبرعين، فقاعد نقدمها بهذا الجانب. فيما يخص قضية الخدمة الاخرى هي قضية المنظمات الاخرى، منظمات مجتمع مدني، تمكين مرأة، تنمية بشرية، بالاضافة انه رعاية الايتام والمتعففين. عندنا كثير من المنظمات حاليا هسه يعني تقريبا قاعد تشتغل، عندنا 3 منظمات بالوقت الحاضر. مجتمع مدني أيادي الرحمة، ها شنو هاي المنظمة؟ هاي المنظمة تعنى يعني بالأساس هي بقضية تمكين المرأة فيما يخص قضية الزراعة، فيما يخص الأعمال المنزلية، الخياطة، يعني صالونات الحلاقة المرأة، يعني تدوير الطعام، كثير من يعني الأعمال اللي تقدر المرأة، اللي مثلا الأرملة. أمار هساني قبل شوية شفت مجموعة من أخواتنا دي يسجلون أسماءهم حتى يدخلون في هذه الدورة مال تمكين المرأة، فسألت إحدى الموظفات الموجودات دي تكتب أي، فقلت لها أنت جدا تسجلين؟ قالت دا سجل أسماءهم حتى يلتحقون، أعداد جديدة جتنا اليوم بالأخوات اللي قاعدات دي ينطوهم دورة. تمام لو متمام زين. سألت واحدة من أخواتنا قلت لها أنت منين جاية؟ قالت أنا من اللطيفية. تمام صحيح، باعتبار اللطيفية مسافة بعيدة عن صحيح 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 باعتبار مو هي. أنا أقول لك ليش أستاذ العزيز، أنه خصوصا لا موجود هاي المنظمة، منظمة تيادة الرحمة موجودة، بس أنه البرنامج هذا يعني يستهدف مناطق جنوب بغداد وخصوصا المنتديات، اعتبارك مكان يقدر يعني يستقطب الأعداد، فالأعداد عندهم محددين، هم كمنظمة محددة بأعداد معينة فما يقدرون يتجاوزوها. فسألت الأخت قلت لها أنت ليش جيتي لهنا؟ قالت أريد أتعلم زراعة خياطة كذا حتى أشتغل وساعد يعني، فشي حقيقة مرتب وشجعتني بصراحة. ولكن إيش قالت بعدين؟ قالت أنا افتهمت إنه هاي المنظمة كل 10 أيام تعطي 300,000 صدق؟ لا هاي من أحد المشاكل المجتمعية اللي قاعد تواجه الشارع العراقي بصورة عامة، وخصوصا خلينا نقول إحنا في بغداد بصورة خاصة، قضية أنه عدم المصداقية. بعض المنظمات تستقطب العوائل، توعدهم بشيء وبعد انتهاء البرنامج ما عليه بغير منظمات، أنا أحكي عن هالمنظمة. هذا البرنامج داله باعتبار أنه اليوم محدد بوقت معين، البرنامج لمدة 4 أيام بالأسبوع، في نهاية الدورة يطوهم مبلغ مال أجور النقل، أي أعتقد $150 $150 يطون، أي بس بالإضافة أنه أكو برنامج يخص الزراعة، جهاز جديد جاي للعراق، هذا طبعا الأساس هو يحتاجونه أو يستهدف العوائل المهجرة أو العوائل المعدومة الدخل، جهاز ما يحتاج إلى تربة ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة، مساحة صغيرة جدا داخل البيت تقدر تحط البذور، يصير زراعة فقط عن طريق المي، وهذا جهاز كهربائي، هذا يستخدمونه طبعا حتى في بغداد، بعض العوائل تستخدمه لقضية زراعة الورود. هسه حاليا إذا شوفون اللي باعت الورود بالطرقات
بدل ما بثلاث اشهر اربع اشهر مثلا المده الزمنيه، هذا تقريبا يعادل النصف، نصف المده. انت تشجع انه بالمنتدى مالتكم انه تفتحون دورات في كل الاختصاصات حتى اكبر عدد ممكن من الشباب وكذلك اخواتنا اللي هم لربما ظروفهم الماديه مو زينه يجون لهذا المكان حتى يمكنوهم يعلموهم مهنه صنعه حرفه بغيه انه يقدرون يعيشون بكرامه؟ طبعا شيء اكيد هذا، بس انه اليوم المشكله لازم تتوفر لك الادوات اللي احنا قاعدين نعاني منها خصوصا يعني على مس. اولا انه لازم انه نحتاج لنا فد مكان بيئه جاذبه، يعني اليوم هسه مثل ما ذكرت يعني في بدايه الحديث انه اليوم المنتدى يحتوي على ارضه، يعني اذا تشوف انه حشره الارض، يعني هو اصلا المنتدى من يوم اللي بنت القوات الامريكيه والى هذا يومك انه ماكو اي دعم من باب انه قضيه الصيانه، من باب توسيع المكان. القضاء المحموديه تعتبر تقريبا ثاني اكبر قضاء بالعراق، تعداد سكانه ما يقارب تقريبا وصل للمليون نسمه، بطاقات كثيره على مستوى النساء والرجال. هذا يحتاج الى توفير مكان. ليش مهمول مثل هكذا منتدى والمفروض هو مثل ما دا اشوفاني وكتبت بعض دينطي دورات العلاقه بالايتام، بطولات كره قدم، ملعب خماسي، يعني هوايه اكو اشياء بصراحه دا يقدمها المنتدى، ولكن اكو طاقات مبدده، البنايه غير صالحه بشكل صحيح، ما مصبوغه زين، ارضه مثل ما قلنا اكو تفنيشاتها الكهربائية مو صحيحة، حدائقها موت. ليش دائما احنا هيجي مراكزنا اللي المفروض تكون رياضية وترفيهية مهمولة؟ هذا سبب منه؟ يعني سبب ماكو مثلا ذوق، مثلا ربما بعض الإدارات اختياراتها مو صحيحة، ما أعرف يعني. طبعا هي كل احترامي وتقديري لشخصك وللاخوه والكادر والكذا، ولكن هاي مأشريها كل طيب طبعا، لو انت ما يخالف احنا نشرف. احنا شوف عيني، احنا من جينا لهنا جزاك الله الف خير، نحترم المكان، واحنا جايين بصراحه نناقش مشكله، مو جايين نطعن بالمكان او بالمكين، لا احنا جايين هنا بصراحه نحاول جهد الامكان انه نصل الضوء، نريد حلول. انا في منطقه بالمحمودية بيها منتدى، وهذا المنتدى شقد مساحته؟ تقريبا 4000 متر مربع. 4000 متر، المفروض يكون شعلة من جمال، شعلة من ألوان صحيحة منسقة، يعني ما وعد مثلا الملعب طالة موزن. قبل فترة صورت أيضا في ملعب يعني ما يتباوع بصراحة. صحيح. ليش غير المفروض أكو توزيع أدوار منظفين كذا ما أعرف شنو، يعني مو اجتهادات شخصية، تلقى في كل منتدى أو في كل مرفق سياحي اثنين ثلاثة يشتغلون زين والباقي تحصيل حاصل، ما أعرف رواتبهم هنا شنو. خلنا نذكر أول مرة السبب، يعني أولا يعني باعتبار هسلي كل اللي شفته مع السلبيات الموجودة، لولا الدعم الشخصي يعني إحنا وأخوة الموظفين لا لتلقات كومة تراب يعني رماد. كل موظف هنا حاليا هسه يعني بعد تثبيت صار 31 من ضمنهم انا 31 موظف. رواتبهم منين؟ من محافظه بغداد. رواتبهم مجزيه طبعا، جدا جدا ضعيفه، يوصل الراتب الى 185 الف دينار الراتب الموظف. فهاي احد المشاكل قلت لك. خلينا نذكر قضيه المشاكل، انه المشكله الاساسيه المشكله الحكوميه، انه اليوم عندها الاولويات انه الشباب والرياضه في اخر الاولويات، ولهذا تشوف هسه كل المرافق الرياضيه على مستوى العراق الا ما ندر تلقاها مهيئه ومرتبه وعليها الانظار وعليها الصرف. اما فيما يخص خصوصا جنوب بغداد فهذا حدث ولا حرج طبعا. طبعا هسه ما اريد نقول، هسه ما اريد ندخل بتفاصيل اخرى، يعني هسه اليوم هسه اذا تشوف هسه احنا عندنا منتدى كان المفروض انه ينجز بال 2012، منتدى يسمونه منتدى المحموديه نموذج باء، هذا انبنى في كل العراق، انبنت في كل الاقضيه. المنتدى الوحيد بالعراق اللي لغى منتدى المحمودية بسبب أكو جنبة فساد إداري وفني ومالي فانترك. خاطبت كل الوزراء بكل الحكومات، أنا من صرت مدير منتدى بال 2015 وإلى هذا يومك أنه كل الوزراء خاطبتهم بشكل مباشر أنه يابا إحنا عندنا منتدى، منتدى يستهدف طاقات، عندنا طاقات كثيرة بالمحمودية بس يحتاج لها المكان، يحتاج لها الأدوات للنجاح، بس في حالة إذا ما تتوفر المكان شلون أقدر أقدم اليوم الخدمة؟ اليوم هسه على مستوى رياضه بسيطه، رياضه الكيكوشينغا اذا ماكو كيس ملاكمه ماكو ادوات الصد شلون اقدر اقدم اقدر اخرج لي لاعب؟
هاي مشكله، مشكله الاولويات انه الشباب والرياضه في اخر الاولويات من حيث تقديم الخدمات، من حيث البنى التحتيه، من حيث الرواتب، هي الادنى على مستوى كل الوزارات. ولهذا احنا حتى انا اكثر من مره انه حذرت بعض الوزراء، قلت لهم قاعد يصير هجره الموظفين من الشباب والرياضه الى غير وزارات، الى ان وصلت الى هذه الفتره انه قامت تبطل الموظفين يروح يقدم على الرعايه الاجتماعيه. راتب الرعايه الاجتماعيه قدم له 300-350 الف دينار، بينما هنا 180. زين، انت ضمن كل هاي المعاناه وهذا الضغط اللي عليك، يعني ما اعرف، لربما يسال سائل عذرا، يعني ربما يقول يعني استاذ عمار هو رئيس المنتدى وما يقدر يسوي شيء، لا عاد من يصير عضو مجلس محافظه راح يسوي لنا شيء؟ طبعا لا، بالعكس، يعني هسه على مستوى اليوم مجلس المحافظه هو مصدر قرار. يعني هسه بالنسبه لهسه كمجالس المحافظات هي اولا يعني دراسه وتخطيط استراتيجي لكل المؤسسات اللي تابعه ولجان، احسنت، يعني فهذا انه اليوم تقول لي ما تقدر تقدم فهذا من المستحيل. اليوم هسه احنا اليوم عندنا سلسله مراجع، يعني قبل لا تجي في فتره انه اليوم اكو موافقه لاحدى المنظمات، ما نقدر، لازم سلسله مراجع، المنتدى يخاطب المديريه والمديريه يخاطب النائب الفني للمحافظه والاداري ومن ثم يخاطب المحافظه المحافظ ورجوعا. فقيس التالي اليوم هاي سلسله المراجع قد تاخذ فتره، و يقدر باعتبار انه اليوم انا مطلع على قضيه كثير من المشاكل والحلول واضحه جدا. يعني طبعا هسه لا تخفى على الجميع على والله من الحلول شنو هذا المنتدى على مستوى المنتدى، انا اريد ارفع من قابليات هذا المنتدى واغير شكله وكذلك الخدمات التي تقدم للشاب العراقي اللي المفروض يجي يلقى ظالته بهذا المكان ونستفاد من طاقته. اولا فيما يخص قضيه المنتدى، هسه تقول لي بهذا المنتدى اليوم تقدر تقدم خدمات وان كان اليوم بناء جيد، انا اقول لك ما اقدر اقدم. ليش؟ لانه اليوم المساحات ما موجوده، يعني مساحه هسه اليوم هسه رياضه الكيكوشينغا، رياضات عندنا كثيره طبعا بالقضاء، بس اليوم ما نقدر نستقطبها لانه ما عندنا مكان. يعني هسه شفت ساحه ال 11 التارتان اصلا منتهيه، اصلا هي سلمت وهي اكسباير. اجتك اي مبالغ ماليه؟ اي مبلغ مالي ما اجى اصلا، يعني وكثير قلت لك يعني تعبنا. يعني يا سنه موجود هنا انا جيت يعني نقلت من وزاره الصناعه لوزاره الشباب بال 2012، نفس السلبيات ونفس المشاكل، عدا انه كان اكو بعض التمويل لبعض الانشطه بس مو بمستوى الطموح. ليش؟ لان تالي هسه كل جهودكم فرديه لذلك يطلع المنجز ضعيف. انا من 2015 من صرت مدير منتدى، ولهذا يوم كل الانشطه او المبادرات، احنا ما نسميها انشطه، المبادرات هي مبادرات مجانيه، وقد تكون نبات انه بعض المبادرات لا من جيبنا الخاص، بهذه رواتبنا الضعيفة من جيبنا الخاص قاعد يصير كليتها، وإلا ماكو أي دعم لا من وزارة الشباب ولا من محافظة بغداد. طبعا احنا بالنسبة لنا النشاطات عندنا جزئيتين، جزء داخل المنتدى يصير وجزء لا، احنا نروح مثلا كادرنا يروح يستقطب ويستهدف الطلاب بالمدارس ابتدائية متوسطة إعدادية باعتبار أفضل، باعتبار انه اليوم اصحاب الشئين او احنا الفئه المستهدفه هي موجوده بالمدرسه. يعني اليوم انا قاعد لي اطب في صف معين ب 40 طالب 50 طالب، بينما هنا من يجيني مرتاد، لانه قلت لك انه منتدى بيئه غير جاذبه، ما يلقى له ساحه، ما يلقى له حمامات، ما يلقى له يعني ما موجوده. فاحنا قلت لك لانه اللي نقدر نسوي بس بالنتيجه انه اليوم نروح المدارس يكون افضل. انا اتمنى لك كل التوفيق، بس اريد تقول لي مره ثانيه تسلسل ورقم القائمة. أنا عمار الخسرجي، تسلسلي 99، قائمة أبشر يا عراق، 143. ليش ردت وياك باللقاء يكون مدرب الكيوكوشينغاي؟ ليش؟ الحقيقة لأنه اثنيناتنا احنا نعرف المعاناة أكثر من غيرنا، وخصوصا أنه اليوم طبعا هاي الملاحظة جدا مهمة فيما يخص أصحاب الشأن فيما يخص الرياضة بالعراق، أنه اليوم كل الأنظار متوجهة إلى كرة القدم بمبالغ طائلة جدا، باهتمام إعلامي جدا، وتاركين الرياضات الفردية الرياضات الأخرى. ومن أهمها أنا أعتبر برأيي أنه باعتبار أنا ابني قاعد يتدرب وياه، اختارت هذه الرياضة، إنجازاتها على مستوى عالمي طبعا هسه راح يتطرق لها. فيفضل أنا أشوف أنه اليوم من هذا اللقاء أريد أنه اليوم ذوي الشأن يتوجهون لهذه الرياضات. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ، الله يبارك فيك. طبعا انا صوتي عذرني شويه، رايح من التدريب والصياح للمدرب عمار داود سلمان، مدرب منتدى شباب المحموديه ومدرب المنتخب الوطني العراقي للكيوشينغاي سابقا، وكنت لاعب المنتخب العراقي شباب ومتقدمين سابقا، ومدرب في كليه الشرطه في بغداد،
وحاصل على الحزام الأسود 4 دام. شنو يعني للبيع هاي التيارات؟ والله يا أستاذ هاي التيارات نتدرب عليها من ضمن تدريباتنا اللي هو تطبيع الرجل واليد، فحاطينها نتدرب عليها. المفروض أكو غير أشياء يعني أكيد موجودة هي بهاي اللعبة، المفروض توفروها. والله موجودة هي هاي والشواخص عندنا، ذنش الشواخص يعني دول العالم يستخدمون تيارات؟ تيارات أكو تيارات صح. شو بلس لو شنو؟ الله يبارك فيك. والله معاناتي هو تفضل بها أستاذ عمار أخوي وصديقنا وعز علينا. المعاناة مثل ما تشوف أنت، إحنا منتدى رياضي حكومي، القاعة هاي شوفت عينك، قضاء المحمودية قضاء كبير جدا، ونستقطب كل الشباب هنا لهاي اللعبة الكيوشنكاي من بعد كرة القدم هي الكيوشنكاي، وبالمحمودية أنا يعني أشوف الكيوشنكاي أكثر من كرة القدم بعد عليها الإقبال. يعني أنا عندي 250 طالب وعندي تقريبا. تاخذ من كل واحد؟ ما ناخذ، احنا اشتراك مجاني، لان احنا هنا كل المستلزمات احنا نشتريها. فانا مثل الاكياس المردود المادي شنو يعني؟ انت تنطي دوره مجانا، تشتري مستلزمات من جيبك الخاص. طبعا المكان يكون متعب وشويه شويه شويه المنتدى يتعب في كل اختصاصاته، غير اكو مردود مادي. استاذ انا موظف، الراتب مالنا مثل ما قال الاستاذ عمار راتبنا بسيط جدا 300,000 مال خط الاطفالي ومال الطالب. زين شو الطالب حتى نحل هالمشكله؟ طالب وزارة الشباب والرياضه المحافظه عينهم على المنتدى، يسوون لنا قاعه رياضيه، يجهزون. انا كمدرب بالك ايش قد هنا موجود؟ انا يعني انا ابن المحمودي، من انا طفل كنت لاعب يعني 20 سنه تقريبا. استاذ عمار كم مره جتي منح ماليه للمنتدى؟ ابد ابد. احنا الداعم الوحيد ان استاذ عمار رجال يعني من جيبه الخاص، مثل الكراوي اللاعبين او مثل مستلزمات باللي يقدر، وهم موظف حاله حال الرجال وصاحب عائله. بالتالي هسه انت شو الطالب حتى نوصل رسالتك للساده المسؤولين ومن خلال استاذ عمار؟ انا طالب والله الساده المسؤولين يعني يديرون انظارهم على المنتدى ويسوون زيارات للمنتديات. هاي الالعاب الفرديه انا كشخص كابتن عمار عندي لاعبين، عندي لاعب بطل اسيا اول اسيا، وعندي لاعب بطل اوروبا اول على اوروبا، وعندي لاعب بطوله الخليج هاي قبل شهر، وبطولات يعني كثير كثير. عندنا كادر نسوي، عندنا ناشئين وشباب، عندنا كادر نسوي مثل ما قلت لك. فاريد يعني محافظه بغداد وزاره الشباب والرياضه عينهم على المنتديات وبالذات منتدى المحموديه، لان بي وعندنا من منتدى المحموديه 7 لاعبين منتخب وطني، يعني عندنا انجازات. اللاعب يجي من الخارج جايب البطولة ما حد يزوره، استاذ عمار يسوي له شهادة من عنده ومرات من المديرية شهادة تقديرية، لكن اللاعب هم يراد له يعني مثل حافز دعم معنوي. يجي اللاعب يتدرب هنا، انا رجال لازم احنا نلم نشتري كياس، نشتري هاي المضارب، هذا المضرب 75,000 ما يطول عندنا شهر زمان. زين هاي شلون؟ زين اللاعب اخذ من عنده مثل الي اني كمدرب لو اخذ اجهز القاعة. ذكر هاي عذر مقاطعة، على ذكر هاي مشاهد الكرام، انه من يجي لاعب ومثلا جايب فوز وياه وكذا، احنا عندنا بالعراق نسبة قليلة جدا اذا يعني مو معدومة انه من يجي ما حد فعلا يروح له يودي له فد يعني مجموعة من الاخوة ويباركوا له ويشكروه، او احد يطبطب على كتفه يقول له عاشت ايدك. يعني شفناها في كثير من اللعبات مثل كمال اجسام الى غير ذلك. مع الاسف يعني مع الاسف ماكو اكو تركيز على جانب معين بس، وجوانب اخرى بالرياضه، ومو بس بالرياضه في كل مكان. دائما يعني المدير المفروض دائما يشكر الموظفين، يشكر المدرب بعد ما تعب وقدم منجز، اللواعيب مالته حققوا نجاح، المفروض اللي اعلى من المدير يجي يقول له يابا انت هذا هو. طبعا يعني احنا ما بدنا نحكي حتى ينطي دعم مادي له، لا الله يشهد، بس هاي الكلمه محتاجها العراقي. العراقي من كثر الظروف اللي مر بيها لكم هوايه، انجرح هوايه، صورته الداخليه تاذت، كلمه طيبه تغير من وضعه. فكيف اذا مدير يقول للموظفه فد كلمه طيبه، هذا اليوم كله يكون كله انجاز وكله طاقه ايجابيه وكله يعني مفعم بالتعامل الجيد والانجاز اللي ربما ما يتخيل المدير
نتيجة كلمة بسيطة حقق منجز على أرض الواقع. احنا ما عندنا هاي الفلسفة أبد، ما عندنا هي كلمة شكرا بلاش عيني بلاش، ما مو بفلوس، قول له عشت ايدك رحم الله والديك، احتفل بيه فد احتفالية لطيفة، اسوي له فد مهرجان بهذا الشخص اللي جا فوز مثلا، تمام؟ ما عندنا هاي اللغة، احنا ما عندنا يلا فزد يلا ها هي واستهزاء وضحك ومشوها مشوها مكانها يلا راح ادز لك نفر كوا. وينك ويش حكي؟ شوف دول العالم كلها غير شكل. على كل صديقك مرشح انتخابات مجالس محافظات، والله ان شاء الله استبشر بيه كل الخير وكلنا داعمين له، لان قلت لك عن اللاعب مالي يجي من الخارج هو يروح جاي يستقبله، واحنا نسوي الاحتفال هذا المحمودي احنا من جيبنا الخاص، لان هذا ابننا ويستاهل، مثل المنتدى والمحموديه خاصه والعراق عامه. من يروح بالخارج ويرفع عندي لاعب اسمه سامر ميثاق، طبعا طالب سادس هو من جيب الخاص رجال، وطبعا نشكر من قناتكم، نشكر الاتحاد العراقي المركزي بقياده الهانشي عمار عدنان وهيب رئيس الاتحاد العراقي للكيوشنكاي، رجال ما بي تقصير، لاعب منتخب وطني هو وسافر خارج العراق وجاب بطوله الخليج، ويجي هانشي عمار احنا جبناه وسوينا له هنا احتفاليه، يعني هو رجال داعم لهاي الامور الرياضيه. استاذ عمار هذا كلامك مو مجامله؟ لا ماكو مجامله، هذا ماكو مجامله، استاذ عمار خير وطيب اخونا وابن القضاء. وانا اشكرك جدا، كلمه اخيره تقولها للناخب العراقي ايش تقول له؟ والله انا يعني اعتبر انه اليوم قضيه الانتخاب هذه قضيه شرعيه، انه يابا ان الصوت امانه، المرجعيه تقول الصوت امانه فاعطوه لمن يستحقه، فخلي يكون بعيد عن قضية أنه اليوم التحزبات، قضية الطائفية، قضية الاجتماع، شوف وين الشخص المناسب أنت صوتك إليه. أنا أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، رب نشوف هذا المنتدى في حلة تماما تختلف عن ما أشرناه من نقاط سلبية، وأيضا أكبر بيك شجاعتك ورغم الموجود لكن أنت تصنع حياة. الحمد لله إحنا للأمان إحنا عندنا يعني فت خطة استراتيجية نشتغل أنا والكابتن، أريد ننتشل الشباب من الواقع المزري بالشارع، قضية المقاهي وقضية المخدرات واقع جدا خطر، فجد ما نقدر اليوم نستقطب شباب نجيبهم من هذه البيئة إلى نحولهم إلى هذه البيئة نخليهم في البيئة أي، فإحنا هذا الهدف الأساس. طبعا ربي يحفظكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، شخصية أخرى مرشحة انتخابات مجالس المحافظات لقائمة أبشر يا عراق، طبعا أتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك. وراح أتعرف عليه ونشوف شنو شغله، وهو أخو شهيد. تعرفون احنا هذا الموضوع يعني حقيقة مو بس يأثر بينا وإنما شهداء مواقفهم عظيمة جدا. مرحبا أستاذ. مرحبا. شلونك؟ شلون صحة مرتاح إن شاء الله؟ الله يحفظك. الله يخليك الله يحفظك. ممكن تعرف له بنفسك؟ إني المرشح علي محمد فارس المعموري أخو الشهيد المقدم أحمد محمد فارس مدير استخبارات المحمودية. أريد يعني بالبداية تقول لي شنو تسلسلك ورقم القائمة وبعدين نتحدث عن أخوك. نعم. وبعدين نبلش. نعم أنا من رشح ضمن انتحار في بشري عراق 143 في نعم. تسلسل 30. نعم تسلسل 30. نعم عن محافظة بغداد. جيد. وقلنا اختصاصك شنو؟ أنا اختصاصي كلية اللغات قسم اللغة التركية بكالوريوس وماجستير في العلاقات الدولية. آه لطيف. نعم. زين أخو الشهيد. نعم. ممكن تحدثنا عنه؟ الشهيد الله يرحمه المقدم أحمد محمد فارس المعموري مدير استخبارات المحمودية في تاريخ 16/6/2016 كان أكو واجب في قضاء الدوس، مجموعة من الإرهابيين كانوا يخططون للهجوم في محافظة بغداد، فكان بوقتها رمضان و يعني دخل للواجب وقتلوا اثنين من الارهابيين واعتقلوا اثنين، فبهاي الاثناء صار تصادم بينه وبين المجموعه الارهابيه وتصوب بها بوقتها واستشهد يعني. ولحظه يعني ما عرفت انه هو استشهد يعني هي حقيقه هي بعد موقف صعب جدا، و يعني من يعني شو احكي لك عنه ما اعرف شلون اعبره، لكن نعم ثلاث اطفال عنده
لكن احنا زادنا اصرار وعزيمه في باعتبار احنا انطينا الدماء لهذا الوطن، وبعد واجبنا احنا نكون نسير على خطه ونكمل ما بدا به في خدمه البلد وخدمه المواطن، وان شاء الله احنا راح نكمل المسير في خدمه المواطن وقضاء حوائج الناس ومتابعاتهم. اولاده بالمدرسه؟ اولاده بالمدرسه. ممكن نقول اسمائهم؟ الحسن بالثالث متوسط، والكرار بالسادس، وزين عابدين بالخامس. متابع وضعهم بالدراسة؟ طبعا همومهم معاناتهم؟ اي طبعا بعد امه. الله يحفظك، اتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظكم، جزاك الله خير. بالتالي انت قررت انه ترشح لانتخابات مجالس المحافظة. بالتالي احنا نحكي عن المحمودية، شنو وضع المحمودية؟ المحمودية الوضعها الان يختلف عن السابق. نعم. من خلال التطور الموجود في البنى التحتية بنسبة إن شاء الله نقول جيدة خلال الشوارع والمجاري وغيرها، لكن يحتاج بعد، يحتاج المزيد من الخطط ويحتاج المزيد من المشاريع اللي تنهض بالواقع المحمودية، لأن يعني المحمودية أعطت شهداء، المحمودية مدينة المجاهدين ومدينة الشهداء والجهاد، فتستحق العطاء وغيرها. كذلك محافظتنا محافظة بغداد يعني تستحق أن واحد أن يختم، قدم لها الكثير. طبعا طبعا جدا. طيب أنت ناشط مدني؟ نعم، ناشط خدمي. ناشط خدمي. ناشط خدمي، في مجال الخدمة المجتمعية. لطيف. نعم. بالتالي أنت يعني شنو اللي يحركك ويحفزك أنه تقدم خدمة؟ يعني حقيقة اللي يحفزنا واللي لخدمة الناس وهو واجب شرعي وقانوني وإنساني وأخلاقي، خدمة الناس فد أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المنطلق ومثل ما قلت نكمل مسيرة أخي الشهيد، أن نقدم خدمة الناس من خلال طلبات اللي توصلنا، مناشدات. فعندنا احنا فريق موجود من الشباب المتطوعين، كذلك عندنا أصدقاء في الوزارات الموجودة كذلك متطوعين لخدمة الناس. وهنا يعني سبحان الله، أكثر من مرة تقول لي متطوعين. يعني عملكم كله مجاني؟ كله مجاني، كل العمل اللي نقوم به هو عمل مجاني. حتى يعني مو مثلا تسهلون أمر عائلة معينة أو شريحة معينة من المجتمع وتأخذون مقابلة فلوس؟ لا لا، ما بالعكس، هذا واجبنا احنا لخدمة الناس لوجه الله تعالى بدون أي مقابل. ممتاز. وهذا معروف عنا، لأن احنا اليوم احنا الشباب هم يعني معروف عنكم على مستوى المحمودية. نعم، معروف عنكم على مستوى المحمودية، يعني معروف على مستوى محافظة بغداد مو بس المحمودية. ممتاز. يعني إذا مو حتى نقول محافظات، باعتبار احنا قبيلة السادة المعامرة، يعني على مستوى العراق الوطن العربي ومحافظة. إذا أنت اشتغلت مو فقط تلبية خدمات لأهالي بغداد وإنما المحافظات أيضا؟ طبعا أنا اشتغلت على المناشدات توصلني لكل المحافظات من الشمال إلى الجنوب. ممتاز. فاشتغلنا على هالقضية، اختصينا في قضايا. شنو هاي؟ يعني مثلا في العمل في وزارة العمل، يعني السيد الوزير مشكورا يعني متعاون جدا، يعني توصل مناشدات انه نفحها مثلا عن طريق شؤون المواطنين او الاخوة الموجودين يساعدون خلال الطلبات اللي توصل من ذوي الإعاقة. ليش إلك تحديدا يعني؟ يعني باعتبار احنا توصل من خلال المواقع التواصل الاجتماعي والمناشدات اللي توصل، فيشوفون مثل. ليش تحديدا إلك يعني تجي هاي الطلبات حتى تلبيها أنت؟ يعني احنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نشوف هاد مناشدات فنسألهم، فصارت بدايتين، توصلنا مناشدة بعدها مناشدة ومناشدة، ومن خلال السنوات المضت فبدينا نشتغل على هذا الموضوع. فوصلت لوزارة العمل؟ نعم وصلنا، والأخوة المتعاونين جدا، وفنرفع طلبات عن طريق شؤون المواطنين، كذا كلها طلبات إجراءات قانونية وإدارية. عشان توفير راتب رعاية يعني؟ يعني هاي الأمور، راتب رعاية، المعين المتفرغ، الاهتمام شريحة ذوي الإعاقة وغيره. هواياكم؟ كل شيء هواية. نعم. شنو طلباتهم أكثر شيء مثلا؟ يعني راتب معين متفرغ أو الراتب الرعاية الموجود، الحماية الاجتماعية كذلك. أكو طلبات حول هاي العربة اللي يستخدمها، العربة الكهربائية وصلتني كلش هواية. كذلك السيد وزير الصحة مشكورا متعاون جدا خلال المناشدات اللي توصل، فتوصل كذلك وزارة الصحة
يعني هم مساعدين بهاي الامور من خلال الكهرباء. نعم وفرناها للمواطنين قدام توفر من خلال لان كل مواطن يوصل تقرير طبي فيثبت بان حالته اللي موجوده مثلا نسبه عدد من العربه الكهربائيه ايش قد سعرها؟ يعني بالضبط ما اعرف، مليون ونص او اكثر من هذا السعر، فهي تتوفر للمواطن مجانا. نعم وهاي المفروض يا جهة بالدولة هي اللي تتكفل بتوزيعها مجانا يعني أو بسعر مدعوم جدا، هي الدولة تعطيها مجانا للمواطن يعني مناشدة الكهربائية. إيه الكهربائية اللي هي امتيازات ممتازة. نعم نعم نعم, نعم, نعم. يعني من توصلنا المناشدة هواي مناشدات وصلت لنا رفعناها للسيد وزير الصحة مشكورا زين. يعني ينطوها خلال تقرير يثبت بأن عنده نسبة عجز 100% أو كذا بتر فيصرفوها المواطن مجانا يستلم مباشرة زين. نعم بعد شنو؟ طلبات اكو وصلت لنا طلبات كعمليه وعلاجات وغيره وكذلك عمليه وعلاجات هاي من تتصل يعني هذا قسم الاخلاء يعني اللي موجود في وزاره الصحه مشكورا السيد رئيس القسم كذلك متعاون مع المواطنين نعم الحالات اللي توصلنا وكذا فايش تسوي لها هاي الحاله؟ فنرسلها للمكتب مثلا عن طريق مكتب شؤون المواطنين يعني يكملون اجراءاتهم اللي يحتاج عملية خارج العراق أو داخل العراق. كم حالة أرسلت؟ هواي حالات يعني بالضبط يعني عشرات من الطلبات اللي موجودة. نعم. أريد أسألك سؤال أستاذ. نعم. يعني أنت بتقدم خدمة وبعدين تركض بيها بهاي الوزارة وبذيك الدائرة أو ربما تطلع لك فد عرقلة معينة في جزئية معينة وبعدين تحصل على النتيجة أنه هذا الشخص حصل اللي يريده من خلالك. نعم. مشاعرك ممكن يعني حقيقة يعني فد موقف يعني ترتاح نفسيتك ترتاح به، انت اليوم تقدم للمواطن وتشوف المواطن يدعي لك والرحمه اللي توصل لك رحمه لوالديك من المواطن الفقير وتشوفه خاص يعني اذا خاصه المواطن محتاجك ومواطن فقير وما يقدر يوصل المكان وعلى ايدك انحلت مشكلة وعلى ايدك انحلت يعني هاي كبيره عند الله سبحانه وتعالى. ايش بين ذول المسؤولين اللي بالفلوس يعني بعد ومن جوا العباء والميز والمعرف شنو والكنا يعني ونطيني وهالقد عمولتي والمالات ليش يعني أنا هاي بعد مصر. هاي بعد يعني هو مسؤول بالدولة يتقاضى راتب يعني نعم. أدبيا يعني هم زحمة يعني هو باعتبار اليوم شغل مفروض يأديه لأن هو يتقاضى عليه راتب وهذا نعم. فشي الدولة داعمته فليش دي يسوي هالشيء يعني أكو مسؤولين يعني ما أريد نقول الكل لا أكو بيهم يشتغلون اكو بيهم احنا اللي احنا ما ندعمهم نعم. ولكن حاله موجوده فساد الاداري لا الفساد موجود والمؤسسات الدوله لكن اكو ناس تشتغل احنا اكو مسؤولين او مسؤولين اقسام او دوائر نرسل لهم الحاله يتعاونون جدا معها خاصه اذا يكون فقير فيتعاون وياها الرجل فاحنا هذا كل عملنا هو خالص لله سبحانه وتعالى سنت. والحمد لله بارك وما كان لله يعني. انا قبل اللقاء كنا يعني تحدث عن هواية مواضيع اشتغلتها قلت لي الكهرباء المحولات الأسلاك نعم نعم هاي الأهم أكو توصلنا مناشدات من مناطق مثل اللي محتاج محولة أو كذا نسوي طلب ونرفعهم عن طريق مكتب شؤون المواطنين الموجود بالوزارة توصل مناشدات بين أهالي باسم الأهالي فتطلع لجان يعني طبيعة قانونية تشوف المنطقة إذا فعلا تستحق تنصبوها وإذا ما تستحق يعني صارت حالات أكو مناطق نصبت بها وأكو مناطق ما تستحق فما نصبت بها يعني كإجراء بالتالي أنت وين تشوف نفسك بمجلس المحافظة؟ يعني حقيقة أشوف نفسي في مجلس المحافظة في مجال الخدمة خدمة. باعتبار المجلس المحافظة هو خدمة المواطن نعم. ومتابعة المشاريع فأنا أشوف نفسي في هذا المجال زي لو شفت فد مشروع معين وأنت نعم. في لجنة متابعة المشاريع نعم. مفروض تنطي موقف للأعلى من عندك رئيس نعم. المجلس نعم. أنه أنتوا كلجنة نعم. هذا المشروع متلكئ نعم. أكو بي لربما لا سمح الله فساد نعم. أكو بي سرقات نعم. أكو بي مكتوب أنه نسبة الإنجاز 80% لكن بالحقيقة 30% نعم شو تسوي؟ لا هنا طبعا اوقف هنا تدخل المجامله بالموضوع لا يعني؟ ماكو مجامله احنا اليوم احنا بناء بلد وحكومه السيد السوداني هي بعد ماضيه في خدمه البلد ومشاريع وتطوير المشاريع ومحاربه الفساد وغيره لكن هنا احنا راح نوقف ما راح نجامل على حساب المواطن وعلى حساب البلد راح نوقف بوجه كل من يريد أن يتلكى في المشاريع أو يدخل في قضايا الفساد أو يريد أن يهدم البلد فإحنا كلها راح نوقف بوجههم إن شاء الله
وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نوقف بوجههم. أذهل يعني؟ نعم. لكن هو سؤال ينطرح، البعض يقول أنه بعض الأشخاص اللي ينادون ويتحدثون دائما من أجل خدمة المواطن وتقديم الخدمة بكل صورها، من يوصل الكرسي المسؤولية يتغير. يعني هاي بعد هو كل واحد وحر، يعني مو كل هاللي لا أكو. إحنا خاصة اليوم من تكون مرحلة الشباب يختلف. الشاب اليوم يريد يشتغل، الشاب من اليوم يقعد على الكرسي ما راح يتغير، لأن هو يريد يقدم، عنده طاقة من العطاء، عنده طاقة يريد يقدمها، يريد يشتغل، يريد يبني، يريد يكمل مسيرته، يريد يبرز، يريد ينجح. فما أعتقد يعني الشباب بهم البركة إن شاء الله. نقطة أخرى، نعم، مسألة الخدمات البلدية، نعم، نانا بالمحمودية، نعم، الكابسات، النفايات، هم شفنا يعني إحنا بدنا نتجول وبدنا نسوي لقاءات ويا مرشحين. حقيقة هذا موضوع النفايات يعني ما أدري ما إلى حال، يعني هذا موضوع النفايات والبلدية وغيرها، هما يعني أكو عمل، لكن اليوم لازم يحتاج لهم توفير الآليات اللي هم يحتاجوها، وتوفير لهم اللي ما يحتاجوا حتى يقدرون أن تكون كافية لتغطية القضاء المحمودية من عمل النفايات وغيرها. وهذا إن شاء الله إحنا راح نعمل عليه، وراح نساعدهم، نساعد الدوائر اللي موجودة في قضاء المحمودية بالتطوير، توفير كابسات، توفير كابسات ومتابعة يعني مشاريع ومتابعة اللي ما يحتاجوا في خلال عملهم اللي يقدموه للمواطن. أهلا، أتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك، إن شاء الله تكون أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد. متفضل. ونصورك نجي هنا للمحمودية نشوف شنو الخدمات اللي ده تتحقق من أجل أنه المواطن يعيش في بلده معزز مكرم مرفه في أجواء صحيحة وصحية. فنتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك. لا قبل لا تنهي وتختمها، احنا عملنا مو فقط بالمحمودية، على كل مناطق بغداد من خلال الدوائر البلدية اللي موجودة. عملنا في قضاء المعامل، وفي سويتوا المعامل يعني بالمعامل يعني آليات وقص الشوارع وسبويس وكذا. عملنا على هذا الموضوع. هاي بالانتخابات؟ لا قبل الانتخابات، انا قبل الانتخابات اشتغل مو هسه، خلال سنوات. وواجبنا هذا هو عملنا، احنا نشتغل. هم توصلنا فد مناشدات، ومدراء البعض من عندهم البلديه وغيره مشكورين متعاونين، يعني ما يشوفون الحاله قدامهم. اي فعملنا عليها ان شاء الله. احنا اتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك. انا اتمنى لك كل التوفيق استاذ، ان شاء الله نشوفك بدعم في مراكز متقدمه. اذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في جزءنا الاخير من حلقه برنامج ابشر. مثل ما شفتوا انتقلنا من المحموديه ومناطق كثيره، وايضا تعرفتوا على هذه الشخصيه الاخ يوسف من السودان. حقيقه يعني حالته تقهر. المهم انتقلنا من المحموديه، جينا وصلنا الى ابو غريب، ايضا مرشحين مقدمين لانتخابات مجالس المحافظات. راح نتعرف بيهم ونشوف شنو امكانياتهم، شنو اختصاصاتهم، شو يقدرون يسوون. خليكم ويانا. السلام عليكم. السلام عليكم. خليكم. شلونك؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ سلام. الله يخليك، الله يحفظك. هاي أول مرة تسوي لقاء؟ يعني أول مرة. تشرفي. بالتالي عرفينا بنفسك ورقم التسلسل والقائمة. أنا المحامية لمياء عباس كريم المشهداني. بشرفك. رقم القائمة 143 ابشر يا عراق، تسلسل 93، بكالوريوس قانون، مواليد 1977، من سكنة منطقة الشعلة الثانية. نشرف نشرف. بالتالي احنا هسه يسموها الشعلة الثانية، لو يسموها ابو غريب، لو شو يسموها؟ لا انا من سكنة منطقة الشعلة الثانية. قريب على هذه المنطقة. هاي المنطقة شو اسمها؟ يسموها منطقة البمعيدي. البمعيدي. شلون الوضع الامني بيها؟ لا الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. زين انت حقوقيه يعني محاميه، بالتالي تمارسين اختصاصك؟ هي امارس اختصاصي صار اكثر من 5 سنوات. اها، شنو ملاحظاتك كمحاميه انت وتراجعين محاكم وكذا، وش شنو الواقع القضائي اليوم من خلال تجربتك ومجساتك؟ والله الواقع القضائي يعني في عموم المناطق
يعني مجملا زين. بالنسبة للمناطق أبو غريب يعني الحمد لله وشكر زين متجاوبين، وواقع كواقع قدمي أو مثلا يعني كواقع المنطقة بصورة عامة، أبو غريب يعني مناطق شعبية بها. وبالنسبة للمشاكل والأمور يعني هواي من الناحيتين، من الناحية البنى التحتية ومن الناحية الخدمية مو زينة؟ لا يعني تعاني من هواي أمور، مع أنه دا تمشي الدولة بأمور بيها بس ما نوصل للنتيجة اللي هي مريودة بهذه المناطق. يعني دائما أنه نحس أكو تقصير من الجهات المعنية، بما أنه اليوم صار 17 أو 18 سنة أبو غريب تطلع يعني مع عدد ما يقارب 3 إلى 4 مرشحين بس بأبو غريب يعني نصعد من البرلمان ومجالس محافظة، لكن الوضع هنا تقريبا مثل ما هو يعني متدرج مرور السنين ما تكمل، الخدمات دائما متناقصة، والهم يكون على الواقع الاقتصادي على المواطن يعني. مو زين. مو زين. زين سؤال، أنا سألتك على باعتبارك أنت محامية، شنو أكثر المشاكل اللي يجوش بيها المواطنين حتى أنت يعني تترافعين بها؟ أكو كثير يعني أكثر الدعاوى بأبو غريب هي دعاوى الطلاق وأيضا إثبات النسب. هنا أكو ناس يعني ما أعرف يعني هذا جهل أو هم ما يهتمون لهذا الموضوع الأسري، أو كثرة من عندهم يعني يتزوج خارج المحكمة، أكو بهم حتى ما يقطع مهر السيد، بعد فترة يكون أولاده كبروا وأعمارهم كبيرة ويريد يداوم مدرسة هو لحد الآن ما مسجل يعني. نعم. هذه أحد المشاكل اللي نعاني منها بابو غريب. حالات الطلاق شنو أسبابها؟ حالات الطلاق هو المجتمع بابو غريب ما أعرف يعني احتمال متعصب يعني من كثرة لأنه قلة التعليم بهاي المناطق. اليوم الأولاد ما يعيشون بين العائلة الأم والأب، وأكثرها أنه الإمكانية الاقتصادية ما تدير يعني إمكانية العائلة أن يخلي أولاده بالمدرسة، فهنا يطلع على الشارع يعني ما رح يتربى خلينا نقول بين الأم والأب، يقضي نهاره كله بالشارع. يرجع أوقات متأخرة كلش مفتهم من الحياة، من يكبر يلقى ما عنده أي خبرة عن الحياة، مجرد يزوجهم أي خلاف بعد بداية الحياة ما يعرف يعالجه، فيلجؤون إلى مواضيع الطلاق. ويعني هذه أنه أو الزوجة تبقى يعني مرات زعلانة عندها له يلقاها 4 سنوات و9 سنوات وهي عندها له زعلانة. هاي يعني هاي بالنسبة لحالات الطلاق، غير حالات أخرى بترافعين بيها شنو؟ إيه أكو يعني إنه حالات المخدرات، تفشي المخدرات ببعض المناطق. هذه بكثرة يعني خصوصاً بالشباب وأعمار يعني كلش صغار، يعني ما أقول لك الشباب الواعي، مع احترامات لكل الشباب. يعني قد المرحلة العمرية مثلاً؟ المرحلة العمرية إيه متوسطة وما أقرب يعني حتى أقل من المتوسطة. شنو أكثر شيء متداول يعني يستخدموه؟ والله هذه يعني المواضيع ما أعرف المواضيع المخدرة، بس هي تأثر على الحالة النفسية للفرد وأيضا تحثر بالمجتمع تأثر. عشان سامع مثلا شفت بالبصرة صورت حلقات بالبصرة الكريستال وهيك أيه. هم نفس الشيء؟ أي هم نفس الشيء. الأجهزة الأمنية شلون تتعامل بها هذا الموضوع؟ يعني هو هم إحنا ما نقول إنه يعني يتعاملون يا صحيح، بس هم أكو تقصير. لو إحنا نعالج الحالات إنه نلزم الأشخاص المعنية فعلا يعني من اللي حتتداول الشباب هاي الأمور. هي معتبرية تجارة، أكو فئات معينة تستغل المناطق الشعبية والمناطق النائية حتى يروجون التجارة مالتهم. زين أنت شنو دفاعك إنه تقدمين الانتخابات مجالس المحافظة؟ والله إحنا حتى نكون واضحين، يعني مهامي إنه يكون برنامج انتخابي، لأن هو ما يسمى برنامج انتخابي بأبو غريب، لا مستحيل. هاي المناطق النائية مال البرنامج الانتخابي ما يمشيهم، لأن أنا اليوم كانت نواب قبلنا بمجالس المحافظة وعندهم سلطات وصلاحيات. لو هم مهتمين بالواقع الخدمي هنا ومكملين يعني مخطين احنا ومتعدين خطوه احنا نجي نكمل. احنا هسه صدق يعني صحيح انه نريد نصحح مسار مجالس المحافظات، بس راح يكون على حساب امور اخرى. نتمنى من نكون بهذا الموقع نكون خدميين، اني افضل اكون خدمه وخدمه من شخصي اكثر ما راح اكون انا بادي خدمتي من واجبي يعني بهذا المقام. لحظه ست، انت تقولين البرنامج الانتخابي ما يمشي هنا ابو غريب، لا شنو اللي يمشي؟ المواطن لازم يكون هو يعني أنا اليوم شخص مواطن أريد أروح بمجلس محافظة، أنا متأكدة راح أعتمد على نفسي بخدمتي الشخصية أنا أشتغل بهاي المناطق، لأن الإيد الوحدة ما أعتقد راح يسوي شيء. يعني أبو غريب من المناطق، مو بس أبو غريب، كل الأطراف يعني مال أبو غريب، إحنا خلينا نكون واقعين اليوم محمودية غيرها، أنا رايحة هاي المناطق يعني 7 البور البارحة كنت نازلت لهم، يعني الواقع الخدمي متردي إلى درجة كأنه ما كان مسؤول بالدولة ينزل لهاي المناطق، يعني كلها يعني تباوع انه كهرباء ما تلقى الخدمه كامله بالكهرباء، نستثني الكهرباء المي نفس الحاله،
التعبيد الطرق وما دا يفكرون دا يشوفون هاي الاطفال شلون دا تعاني تروح للمدارس وهم نرجع لنقطه الصفر نفس الشيء. فلازم واحد مثلا ليش اركز هاي موارد افتهم من عندك. قلتي البرنامج الانتخابي ما يفيد، المفروض يعني قصدك المسؤول ينزل للشارع ويحاول يقدم خدمه مو هو عضو اسماعيل عضو مجلس المحافظه، هو اصلا تشريعي، هو يسوي قوانين حتى المحافظه يطبقها، تمام لو مو تمام؟ اوكي استاذ. انا افضل يكون المرشح يعني من المناطق هنا، لخاصه انه يكون ابن المنطقه. ابن المنطقه، لاذا ابن المنطقه يعني حاس بمعاناته مثل ما احنا هسه حاسين بمعاناته، والناس اللي شجعتنا انه نصعد المجلس محافظه يعني العفو نرشح حتى نكون حتى نمثلهم في المناطق، بس حتى احنا عايشين هاي المعاناة نعرف وين نشتغل ونعرف شو حنأدي خدمة للمواطن، ونتمنى يعني هاي المرحلة تعدي. وانتي بديتي بالحملة الانتخابية مالتك؟ الحمد لله والشكر. وين شو ما شفت فليكسات؟ خليتي فليكسات لا 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 مخليه بس احنا ذبينا يعني ثقلنا على مناطقنا اللي موجود عندنا بها، وباقي المناطق يعني بدت ان هم اقارب ومعارف وزملاء ذولا يعني، بس كثقل احنا عندنا ثقل الاطراف. هذه اللي مناطق اللي هي الكرخ ثقلنا بالاطراف. اتواصلنا ويعني انا اشوف هو البوسترات شيء تعريفي بس المواطن يعرف الشخص. يعني انا معروف من الاشخاص حتى اذا ما انزل بوسترات مجرد يعرفون انه انا مرشحه عندنا دعم. وش قد لحد الان صار في فلوس؟ أنا ما أنطي فلوس ولا أصرف على الحملة الانتخابية. لا هو الحملة الانتخابية مالتش مثلا ما صرفتي فلوس، هاي فليكسات يراد لها طبوع وكذا وحدايق. لا هذه قامت بها الكتلة مالتي هي اللي تبنت الموضوع كليته. إن هم دا يكملون كل شيء يعني مشكورين هم قاموا بالواجب. هذول المسؤولين يوزعون فلوس وما أدري شو يوزعون وكذا. أنا ما أعترف بهاي الشغلة، لأن اليوم المواطن إذا ما يجيني محبة ما له أنطي فلوس ويجي ما يجي بالانتخاب. هو ما يعرفك المواطن شلون بهالحالة. لا احنا كل الاشخاص اللي يجونا يعرفونا وهم دا يثقفونا بغير مناطق، لانهم يعني يعرفون شغلنا شنو برنامجنا شنو قبل لا نجي نرشح انتخاب. كل من مجال عمله سواء كان مدرس او مهندس او محامي، انا محاميه اشتغل منظمات انسانيه وحتى من دخل القاص يعني اتواصل الى العوائل واسد حاجتهم. شنو يا منظمه اشتغلتي؟ انا اشتغلت ويا منظمه شمس الحياه قوتها الدكتوره حياه. وشنو طبيعه عمل هاي المنظمه؟ تكون دورات للشباب ودورات للبنات خياطة. أنا هستش أنت تمكين المرأة. أي تمكين الشباب أيضا يعني إحنا كثرة هم نركز على الشاب. ممتاز. وإحنا قبل شوي قلنا حتى أنا حكيت وياهم برنامجي قبل يعني فترة اللي ما سميته برنامج انتخابي لأنه كان متعاون يا الشباب. فقلت لهم بدل ما اليوم تجي يعني جماعة الشباب، وقلت لهم بدل ما اليوم نجي نجمع العفو نبيع البطاقة مالت الناخب، او اهلنا يستقلون يعني البطاقه مالت الناخب بالبيت ويبيعوها، خليك شاب واحفظ كرامتك وتعال انا افتح لك دوره، من الدوره تقدر تحصل على مورد يومي يعني كفي كروتك وجيتك الدوره، وراح تاخذ الاختصاص تحبه يعني حلاقه او نجاره، تصلح موبايلات، برمجه حاسبات، ميكانيك. فهذه الامور يعني الشباب شجعوا عليها وكلهم اجمي وقدمناهم وان شاء الله. كم واحد لحد الان دخل هاي الدورات؟ عندي 202 طالب. ممتاز. اي يعني هذول كلهم اشتغلوا ولا ما دخلوا دوره؟ لا هسه احنا مو عندنا هاي المره الثانيه طبعا من الدوره، هاي الدوره يعني القسم الثاني منها. يعني مجرد ما راح يتخرج راح يكون عنده هنا مهنه ومهنه وبكرامته، واحنا نقدم له ايضا قروض ميسره عن طريق الدوره اللي هي 20 ورقه حتى يكون المشروع ماله وتبقى المنظمه متابعته. وهاي ال 20 ورقه من يدفعها؟ تدفعها المنظمة الإنسانية. مقابل شنو؟ مقابل شنو؟ مقابل إنه الولد تخرج يعني أو الشاب العفو تخرج من الوظيفة مالته. من هال 20 ورقة يردوها من عنده بعد؟ لا ما ياخذوها، بس يجون يلقون الشاب مكون المشروع ماله بيه. يعني إذا حدادة فتح ورشة أو حلاق يعني خلى محل مال حلاقة، انتهى الموضوع هنا. هذا المبلغ تعتقدين يقدر يفتح بيه مشروع؟ يقدر يقدر مبدئيا كل شيء يقدر يسوي بيه كخطوة أولى. زين هاي الفلوس منين تجي للمنظمة؟ هذه المنظمة هي دعمها من الخارج يعني، بس احنا مرات نحس انه بلدنا اكو تقصير على شبابنا من عندنا. احنا لو كل المسؤولين يعني يفكرون انه المنظمات الانسانية بداخل بلدنا ما موجودة بكثرة، بس هي ما متفعلة يعني متفعلة لجهات مدى تخدم الشاب العراقي. احنا اذا نجي اليوم نركز على الشاب هو كون الاسرة، يعني هو الشاب اليوم اذا يخدم نفسه ويعيل اهله ما راح يروح بغير مسارات. زين سؤال، كل المنظمات الموجودة اليوم بالعراق تشتغل بهذا الفكر؟ لو اكو منظمات لا تشتغل تهديد؟ لا 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 احنا اي موضوع ثانوي ما بي يعني مثلا نقل افكار للشباب او شيء، احنا ندعم المنظمات الانسانيه اللي تاهل لنا الشباب يعني اللي تنمينا الشباب من خلال الدورات.
يكون الشباب هنا طالع بوظيفة وأيضا مشروع. أنا أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله للجميع. إن شاء الله إن شاء الله نشوف جميع المرشحين بأبغرب، نتمنى الله يحفظكم الله يحفظكم، كنا نأدي هاي المهمة يعني. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ الله يخليك الله يحفظك. عرفنا بنفسك وتسلسلك ورقم القائمة. تسلسل 33 قائمة 143 أبشر يا عراق. شنو اختصاصك؟ أنا اختصاصي زراعة ودبلوم تربية، يعني شهادتي. وهسه دش تشتغل؟ هو دا أمارس يعني وظيفتي بالدائرة. اللي هي شنو؟ مدير محطات. مال شنو؟ ري وسقي. ري وسقي. وليش عايفين الفلاح هيك؟ مو استاذ احنا انت تعرف يعني احنا اكو مشاكل هاي العالقة جدا يعني على سياسة يعني الدولة الخارجية. عندنا شحة المياه، نقص بشحات المياه. هاي شحات المياه تؤدي إلى عملية التصحر في البلد وانعدام الثروة الحيوانية وانعدام يعني النباتات وحتى الحالة الإنسانية. بالتالي المفروض واحد بالمي المتوفر يستخدم آلات حديثة حتى يقدر الفلاح من خلالها وعن طريق التعاون مع وزارة الري بطرق حديثة يسقي الأرض مالته والزرع مالته ويتوازن تمام لو متمام. صحيح. فشنو اللي دي يصير؟ ليش الفلاحين دي يعانون من الحصول على هاي الري، أساليب الري اللي هي بالتنقيط؟ مو أكيد أي، فممكن تحدثنا عنها؟ استاذ هي عملية تنقيط عن يعني عن مرشات زراعية، وقلت لك أنا إحنا عندنا يعني نقصات يعني بالإطلاقات المائية مالتنا يعني نعم. مال الحصة المائية الدولية للعراق. زين. بس يعني تعرف يعني تراكم يعني الأخطاء للمسؤولين وعدم وصول الحصة. زين، أنت لو توفرت لك فرصة وصلت عضو مجلس محافظة، إيش تقدر تسوي؟ والله أستاذ إحنا أول شيء نعالج يعني السبب الرئيسي يعني المشاكل هي إطلاقات المائية. ايه؟ يعني اللي يعني تأتي من تركيا وغير تركيا، يعني من الدول المجاورة والدول الإقليمية أيضا. فإحنا هاي عندنا مشاكل يعني كلش عالقة وكبيرة. إذا ما انحلت هاي الأمور يعني أمور يعني شحة المياه، ما راح يصير عندنا إنجازات وخدمات داخلية، لأنها تعتبر مشكلة رئيسية هاي. زين، هنا أنا بغريب الزراعة، أكو زراعة لو تحولت الأراضي الزراعية إلى بيوت؟ لا أستاذ، أكو يعني مناطق هي زراعية بحد ذاتها زراعية، وأكو مناطق لا سكنية. إيه تدري يعني الواقع حال يعني قضاء بغريب هو يعني يعني مناطق تقول على أحزمة بغداد وأطراف بغداد. هاي اللي اكو قلت لك يعني من عندها يعني ارض زراعيه وارض غير زراعيه، يعني ارض سكنيه، بس الارض الزراعيه توفر لها يعني قنوات مي وشاخات عندنا قنوات يعني موحده رئيسيه. هاي يعني تجي من تنازل من نهر فرات منسوب المي تدريجيا الى عندنا قنوات موحده رئيسيه، ومن بعدها يعني اكو قنوات يعني متصله على هاي القنوات الرئيسيه، قنوات إن احنا نعتبرها يعني ثانويه او جزئيه. فهاي توصل يعني المي حسب يعني تحجيم عندنا يعني على القنوات المبطنه حسب مساحه الارض مال الفلاح اللي هو قاعد او ساكن. يعني هسه الفلاح مدعوم من الدوله؟ استاذ قبل احنا كان اكو يعني دعم قبل بالنظام السابق، اكو دعم يعني من قبل الدولة، بس اليوم يعني الدعم يعني كلش مفقود، يعني بنسبة 75% ما موجود الدعم الحكومي للقطاع الخاص. ايش تقترح انت؟ زراعي. ايش تقترح؟ والله أستاذ احنا يعني نقترح تحسين يعني قلت لك يعني شحة المياه لازم الفلاح اوف شحة المياه الفلاح ايش تنطي يعني؟ والله صاد احنا الفلاح لازم نوفر له يعني البذور الزراعيه لازم انه نوفر له اسمده مبيدات. وبالدرجه الاولى ارجع واقول لك هي عمليه المياه، لان اهم شيء دا احنا ما يخالف. بالمقابل اذا الدوله وفرت هاي الامور الفلاح شنو دوره؟ طبعا الصاد احنا الفلاح اليوم يعني دوره انتاج محلي، لازم يعني احنا ندعم الاسواق، لازم ندعم المواطن،
من خلال يعني مزروعاتنا المحلية. اليوم لازم احنا تتوفر مياه، تتوفر أسمدة، وتتوفر أيدي عاملة ومعدات وآليات على مود احنا ننهض بنهضة جديدة أو مستوى جيد، يعني من حيث المستوى المحلي، يعني الانتاج المحلي. زين، رسالتك للناخب العراقي شو تقول اليوم 18/12 المفروض ينتخب، شو تقول له؟ والله أنا أوجه على كل ناخب أن يختار اليوم الرجل المناسب في المكان المناسب، بحيث اليوم أنا أريد اليوم أنتخب يعني سين أو صاد من المرشحين، أنا أرجع إلى خلفيته وأشوف كفاءته العلمية وأشوف خبرته المهنية وأشوفه هو كفو يقدر يجيب لي خدمات، يقدر إذا يصعد المجلس المحافظة كعضو يعني هل يقدر يعني يقدم لنا خدمات للقضاء مثل مال اللي يسكن به أو الناحية اللي يسكن بيها. فإذا يكون كفو أنا والله أختاره. فأنا أوجه من خلالكم يعني لجميع الناخبين أن يختارون الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق. قلت لي اسمك، اسمك؟ الأستاذ رعد هاشم علوان الحمداني. نشربك أستاذ رعد. مرحبا أستاذ، شلونك؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. أهلا وسهلا بك في قناتك الموقرة. الله يخليك أستاذ، يا مرحبا. اليوم تعبناكم في مناطق أبو غريب وفي مناطق بني تميم. نشرف 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 بيك. وفي مضيف الشيخ علي المعادي. نشرف نشرف بيك. التميمي حقاد الثورة العشرين. نشرف بيك. طبعا احنا مشاهدين الكرام بدنا نصور احنا هنا يا اثار عقرقوف، ما رهمت يعني، حاولنا جهد الامكان وكذا وهيك شيء، اي قالوا يعني ما ترهموا عبر وقت الدوام الرسمي وما اعرف شنو وكذا. الحين قبلنا كان اكو وفد اجنبي خلوهم يصورون، يبدو محصلين يعني فد موافقه او فد شيء من هالقبيل، يلا ما يخالف خليهم يصورون احنا مو مشكله. وبالتالي تعذبنا لما يعني وصلنا الى هنا وجينا من المحموديه واتفقنا وعلى اساس نصور هناك وما رهمت. تالي نشكرك جدا، احنا جينا بمضيفكم هنا من الشرف. اكيد اكيد اكيد. لكن احنا حقيقة يعني احنا اي دولة نسافر لها ونروح مشاهدين الكرام، يعني من نشوف مثلا ابن البلد دائما يكون مميز مميز ويسهل لنا. احنا جايين نصور اثارنا ومرشحين يحكون عن معاناة هذه المنطقة، بالتالي احنا من نريد نصور ما نريد يعني دا نطعن لو نطلع المنجز مو منجز، لا بالعكس، والأغلبية يعرفون يعني طريقتي بالحوار وكذلك البرنامج اللي أنا دائما أحاول أنه أكون قريب من هموم الناس وألقى مشكلة وأحاول جهد الإمكان أنه أتصل بالشخص المعني حتى نلقى حل. عندي أهم شيء نلقى حل، مو بس نقول أكون مشكلة. بالتالي من يجي مواطن عراقي يريد يصور ساعدوه، يعني لا تعرقلوا الا موافقات، لو واحد يقول مثلا عمليات لو ما ادري شنو. احنا ولد البلد وشاركنا بكل مكان وكان لنا صدى والحمد لله قدمنا خدمات في كل مكان بالعراق ايام الحرب من 2014 الى نهايتها وغيرها وغيرها، ورحنا في اماكن كثيره وصورنا لكم وصورنا وما خلينا شيء ما صورنا. بالتالي احنا يكفي يعني هذا الروتين القاتل المؤذي بصراحه. اريد ادخل المدرسه يتحسس مدير المدرسه، اريد ادخل مدري من اي مكان اصور بيه بغيت نلقى حل عيني. احنا ما يصير نظل نغطي على الـ على الـ 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 الالام مالتنا، والله شنو حتى فلان لا يزعل، مو المدير الفلاني اذا عرف راح يوجه لي عقوبه او ربما ينقلني من مكاني هذا الى مكان ابعد. شلون لا شلون يطور بلدنا؟ على كل عرفنا بنفسك استاذ عمار اسماعيل علي المعيدي التميمي، قائمه بشريا عراق، رقم القائمة 143، تسلسل 77. نشرف بيك. بكالوريوس تاريخ. نشرف بيك. أنا عرفت أنت مدير مدرسة. مدير مدرسة الحاجب الابتدائية. نشرف بيك. بالتالي أكيد إدارات المدارس اليوم عندها معاناة من نوع آخر. شنو معاناتك؟ نعم، معاناتنا نقص الملاكات. نقص الملاكات التربوية. التربوية، نقص الاختصاصات. الازدواجيه بالمدرسه، يعني البنايه بها اكثر من مدرسه، اكثر لحد الان ثلاث مشاكل عويصه، اكثر من مدرسه تداوم بها. وانا يعني انا هسه يعني مدير مدرسه ابتدائيه وياي ثانويه. شنو الضير اذا انت عندك ابتدائيه وثانوي؟ شنو يعني يخلص دوامك تطلع يجي غير مدير؟ يجي الدوام الظهري. الدوام الظهري يعني احنا مقبلين يعني احنا هسه بالشتاء، يعني الوقت قليل، بدأت تظلم من وقت، تظلم من وقت. ايه طلاب يجون من مناطق بعيده. ايه يعني الدوام الصبحي افضل من الدوام الظهري من حيث الاستيعاب. نعم، استيعاب الطالب.
راحت المعلم يعني انت اليوم تعرف معلم ومعلمات يعني جايات من بغداد مسافات بعيده يعني هذا ايش وقت يوصل او هي ايش وقت توصل زين غير مشاكل اخرى تعاني مشاكل هي جمه مشاكل طبعا زين نقص القرطاسيه تاخر استلام الكتب المفروض لحد الان انت سلمت كتب كامل سلمت كتب كامل ايه كامل ايه كلها جديده كلها جديده يعني اليوم انا استلمت كتب اليوم استلمت وش قد صار لها العام الدراسي من بدا راح يجي نص السنه ايه يعني هي مو ذنب التربيه هاي دفاعا عن التربيه لا مو دفاعا عن التربيه لو خوفا على مكانك ولا خوفا على مكاني يعني انا بالنسبه لي مدير مدرسه زين وين ما اروح انا معلم نشرف بيك وين ما اروح انا مدرس بالتالي لعد شنو بس الوزارة المفروض تتعاقد على الكتب والقرطاسية قبل فترة حتى بدأ العام الدراسي وتطبع وتكمل وتجي توزع حتى إدارات المدارس من تستلم من مخازن وزارة التربية تجي توزع قبل بداية الدوام الرسمي بأقل شيء 15 يوم تمام لو تمام نعم. مو قبل كان ايش يصير ومو بس هذا الشيء يعني أنا اليوم استلمت بداية العام الدراسي 10% و20% و30% واليوم أنا يلا كملت 100% زين يعني تعرف هاي معاناة مدير طالع او المعاون او الـ زين هاي مساله انه الملاكات تقول نقص بالملاكات والاختصاصات زين يعني من الاختصاصات ماكو يعني رياضيات ما عندك مثلا ابو الفنيه يجي يدرس رياضيات ابو الفنيه هسه يدرس عندي عربي صف اول هاي مشكله مشاهدين الكرام سيد وزير التربيه المحترم عيني هاي مشكله حقيقيه هاي المفروض هسه شكل لجان تفترع على المدارس في كل عموم العراق يعني هسه صورنا ببابل صورنا في واسط بغداد في اغلب المناطق كرخر وصافه يعني حقيقه والمشكله بالاطراف يعني. المشكله بالاطراف تسويه وما تسويه وسووا تسويه يعني احنا اليوم المعلم اللي 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 بالاطراف او بالارياف يعني ماكو عدالة بينه وبين اللي بالمدينة لأن اللي بالمدينة يعني حسب ما يعني تعرف علاقاتنا مدراء مدارس يعني أكو مدير مدرسة قال لي أنا عندي 12 صف وعندي 70 معلم زين يعني العهدة على القائد زين وإحنا حاليا أنا موزع على 18 يعتبروني إنجاز موزع على 18 وهي المشكلة إذا واحد من المدينة وينقبل بالأطراف شون يروح ويجي إذا ما عنده سيارة خطوط نقل ماكو مهم بهذه الأيام الحل من أبناء القضاء ما يكفون هاي الاختصاصات كلها ما تكفي إيه ما تكفي زين أنت شنو اللي دفعك إنه تقدم لانتخابات مجالس محافظات وتريد تصير عضو مجلس محافظة بغداد للنهوض بهذا الواقع هي الأمور محلولة وبشكل سلس يعني معقولة وسهل. أنت عندك حل وهم ما عندهم حل عندي حل وبشكل سلس شنو بالله أن تنطي مخصصات للمعلم اللي بالأرياف أو بالأطراف لطيف زين راح تكون إيش قاعد يعني مثلا ينطون مخصصات باعتبارك يعني أنت ابن الكار مثلا يعني 150-200 ألف أنا متأكد ماكو مشكلة بعد أن تكون الهجرة عكسية من المدينة للأرياف يعني حل هذا الموضوع ب200 ألف دينار زين الكل معلم كل معلم ونخلص من هاي المشكلة وتخلص من هاي المشكلة بعد غير صارت حلول صارت بالتجارب السابقة زين انطوا مخصصات للمعلمين اللي 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 بالأرياف قامت المعلمين من اللي بدهم تطلع للأرياف زين بدي أسألك هنا على واقع التلاميذ طلاب نعم. وكاح يحترمون المعلم لو يتعاملون يحترمون المعلم الطلاب يعني احنا مجتمع عشائري يعني متحفظ زين يحترم المعلم ويعتبر المعلم يعني قاطع كل هاي المسافة حتى يقدم له خدمة الخدمة أن يوصله زين إلى بر الأمان نعم وبالتالي هنا هم يأخذون خصوص مو لا ما يأخذون خصوص ليش الراتب يكفي يكفي آه. وإحنا بالنسبة إنه هم أبنائنا زين إحنا بالنسبة إنه يعني أنا عندي معلمين وهم من المنطقة يفتحون دورات مجانية للتلاميذ لطيف زين او ياخذون دروس اضافيه يعني الدوام من الساعه 8 يعني يدزون على الطلاب الساعه 7 او نروح لهم بالسبعه بالسبعه الصبح صور. يعني الدوام يصير 3 صبحي واثنين ظهري او ينعكس 3 ظهري 2 صبحي فيعني بكل الاوقات احنا نخصص لهم اول ساعه قبل الدوام للمراجعه للمتابعة الطلاب ممتاز
بالنسبة لواقع بناية المدرسة، بنايتك جديدة أو قديمة؟ بنايتي جديدة. جديدة. إيش تقترح على المدير اللي بنايته قديمة يصير تبرع من قبل الأهالي بمبالغ زهيدة حتى شوية يسبغون الصاف يجيبون؟ ممنوعة من الوزارة. ممنوعة. إلا رئيس مجلس الآباء والمعلمين. إيه شكو بيها؟ ما بيها مجلس الآباء والمعلمين هو يخدم على هذا العمل. وإحنا مو بس هنا المشكلة، أكو مشكلة الأعظم. أنا اليوم أريد أتبرع بمدرسة من قاعي. تتبرع لبناء مدرسة. لبناء مدرسة. تتبرع قاع. قاع. خوش. وأخليهم تدري يعني لازم أفتر على 7-8 دوائر. يلا أحصل الموافقة. زين أنا متبرع لبناء يعني فوق هاي النوبان يعوف شغله وعملي وأركض. ما تبرعوا. المدرسة هسه صغر قريش والحاجب متبرعين أجدادي بيها. تقيد المساحة. مساحة دونمين بدونم. دونمين بدونم. بدونم. إزالة المي إحنا متبرعين بها، مستوى الصف الصحي أقربائي متبرعين. بارك الله بيكم. بس إحنا المشكلة بارك الله يعني وهسه ولا نزال إحنا نريد نتبرع بمدارس، نتبرع مؤسسات مال دولة. أراضي قصدك؟ نتبرع الأراضي لبناء مدارس. نعم. بس المشكلة لازم تتابع وتركض برجلك على الدوائر كلها حتى روتين المتابعة. زين هذا الروتين يعني شو يردوا من عندك حتى شنو مثلا؟ يا أبا هاي القاع مالتنا ونريد نتبرع بيها لوزارة التربية بغية بناء مدرسة، وين المشكلة؟ تأخذ الموافقة الأراضي والزراعة والسكك يعني ليش ماكو لجنة بوزارة التربية تخصص محامي، هذا المحامي هو يركب بهذا الموضوع، هو يجي بس يبصم مكان. هذا شأن وزارة التربية يا ريت. وزارة التربية يعني احنا دا نشوف حقيقة من خلال الجروبات الموجودة الإخبارية يعني ما نريد نصادر جهود وزارة التربية، ده يشتغلون سيد الوزير ده يشتغل، ولكن استفيد عيني من كل الناس اللي هم بالأطراف وبالمركز وبالمحافظات وبالكذا، استأنس برأيهم، شوفهم شي يقولون، شنو اقتراحاتهم، شنو حلولهم. أدري عليك ضغط كبير، وأدري مدارس يراد هواية تنبني وانفجار سكاني ورحلات ماكو كهرباء ماكو صفوف وجام مكسر ودوام ثلاثي وما أعرف شنو والأهلي بصفحة أدري ضغط عليك، ولكن هاي بعد أنت تصديت لهذا الموقف. سواء أنا مدى يعني كلامي موجه لشخصك وإنما لصفة وزير التربية، أرجوك أنت أهم وزارة بالعراق، أهم وزارة. ليش؟ لأن دا ينشأ المواطن العراقي من هاي الفترة والمرحلة العمرية، إذا ما تنضبط صح وما يتعلم صح وما يتربى بطريقة صحيحة ويحترم المعلم راح يفلت، والوضعية تصير غير شكل، مجتمعنا يصير غير شكل. على كل أنا أشكرك جدا أستاذ، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله تكون في مراكز متقدمة، والأستاذ أيضا رعد، أستاذ رعد والست أيضا إن شاء الله، وأتمنى لكم إن شاء الله تكونون في مراكز متقدمة. مشاهدين الكرام، وحاولنا أنه نتحدث عن هم ومرشح يحاول أن يصنع حل لهذا الهم. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر في مالها.